أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في حلقتنا المتواصلة ومدرسة على الهواء. في بداية الحلقة بنرحب بالأستاذة سحر عبد العليم مترجمة الإشارة. أهلا أستاذة سحر. طبعا فكرة الدمج فكرة جديدة، وكانت أول مرة تطرح في قناة مصر التعليمية الخدمة المزدوجة للطلاب العاديين وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. نقدر نقول إن قناة مصر التعليمية الحمد لله بقت بتلبي رغبات الجميع، سواء في التعليم النظامي العام وسواء في التعليم ذو الاحتياجات الخاصة. بنشكر الفكرة وبنشكر فعلا اللي قام على الفكرة وبنشكر فعلا اللي قدمها. ويا ريت برضه ذوي الاحتياجات الخاصة يركزوا معانا الامتحانات بتاعتهم. طبعا هي بتكون يعني نمطها غير امتحاناتنا، بس في الغالب هو المنهج ايه؟ واحد بنسبة 100%. طلاب الثانوية العامة القسم الأدبي الأستاذ محمود توقف معاكم في الحلقة السابقة عن فشل مفاوضات سعد ماكدونالد رئيس وزراء بريطانيا، ودي كانت أول مفاوضات في ظل الحكم الدستوري. طبعا النهاردة على مدى ساعتين كم متصلتين معاكم إن شاء الله، النهاردة ساعتين كاملين. ده كان بناء على طلب ناس كتيرة جدا برنامج التاريخ في مدرسة على الهواء، قالوا الساعة ما كانتش مقضية. نشكر طبعا الناس اللي حاولت تجدد وتزود مدة الساعة في نص السنة، ساعتين متصلتين ثم نص ساعة راحة ثم ساعة متصلة. يعني النهاردة احنا معاكم على مدار 3 ساعات متصلة. طبعا من اول الحلقة احنا فاتحين التليفون، اي حد ليه اي استفسار، اي حد ليه اي اسئلة، اي حد عنده اي مشكلة احنا تحت امركم. عايزين نصفي الفترة اللي فاتت كلها، يعني انا عايزك تصفي الفصل الاول والتاني والتالت ولحد ما احنا وصلنا في الرابع، او لو انت خلصت الرابع اي حاجة انت محتاجها انا تحت امرك النهاردة على مدى 3 ساعات متصلة. الحلقة اللي فاتت توقف الاستاذ محمود عن فشل مفاوضات سعد ماكدونالد. طبعا فشل مفاوضات سعد مع ماكدونالد رئيس وزراء بريطانيا لاصرار سعد على الاستقلال التام لمصر، واصرار ماكدونالد على التدخل في سياسة مصر الداخلية والسيطرة على سياسة مصر الخارجية مع بقاء قوات انجليزية في قناة السويس. طبعا حصلت مشكلة كبيرة. ايه المشكلة دي؟ بنقول اغتيال السير لستاك او السردار قائد الجيش المصري في السودان. خدنا يا اولاد في القانون الاساسي، اول ما دخل الانجليز مصر 1882 قاموا بحل الجيش المصري وتاليف جيش مصري جديد تحت اشراف انجليزي. طبعا مصر لها جيش بس الجيش بيدور انجليزي، سير لستاك او السردار. قيام متطرفين وطنيين باغتيال السيرلي استاك طبعا ظنا ان ذلك سوف يضغط على ماكدونالد لاعطاء مصر الاستقلال، ولكن كان ذلك ضد مصلحه مصر والحق ضررا فادحا بالقضيه الوطنيه. ازاي؟ نتيجه اغتيال السير لستاك قامت انجلترا بتوجيه انذار شديد اللهجه لسعد زغلول بصفه سعد رئيس الوزراء وقائد الحركه الوطنيه، دفع نص مليون جنيه غرامه ثمن القتيل، سحب الجيش المصري من السودان لفصل مصر عن السودان، وده هدف انجلترا، او التهديد بضربه واحتلال جمارك الاسكندريه. مفيش حاجه، اختار الانذار شديد اللهجه ومحدش يتكلم، تدفع نص مليون تسحب الجيش المصري من السودان، دي حاجه رفضت، هنضرب اسكندريه ونحتل الجمارك بعد اخلاءها. سعد زغلول عمل ايه؟ قدم سعد زغلول الاستقاله، ارغم بالطريقه دي على تقديم الاستقاله، وكلف الملك احمد زيور باشا، الملك فؤاد كلف احمد زيور بتشكيل الوزاره الجديده وقبل الانذار. طبعا في حاجة هنا بنسميها انتكاس الحركة الوطنية وغياب الديمقراطية بعد مقتل السير لستاك، او طبعا حصل لها تعديل السنة دي في كتاب المدرسة، قالوا عليها انطفأت جذوة الحركة الوطنية. كلمة انطفأت جذوة الحركة الوطنية يعني قلت قوة الحركة الوطنية في مصر. انت كان عندك رئيس وزراء وطني مؤسس حزب الوفد اللي كان بيفاوض انجلترا على الاستقلال، مشي بوزارته، ده طبعا كان ضربة كبيرة جدا ضد الحركة الوطنية والكفاح الوطني. طيب نشوف مع بعض كده ونتابع من على الشاشة، تابع الحركة الوطنية بعد اغتيال السير لستاك، او بنقول حتة تانية انطفأت جذوة الحركة الوطنية بعد مقتل السير لستاك. عنوانها القديم انتكاس الحركة الوطنية بعد مقتل السير لستاك. طيب حصل ايه في الحركة الوطنية؟ بنقول تدخل الانجليز. انجلترا طبعا اتدخلت ليه انجلترا؟ طبعا انجلترا اتدخلت. قبل ما نتكلم على تدخل انجلترا بنقول اول حاجه استبد، مين اللي استبد؟ الملك بالحكم. الملك استبد بالحكم. استبد بالحكم ازاي؟
يعني حكم حكم ديكتاتوري مستغلا ايه؟ مستغلا ان في صدام. صدام بين مين؟ صدام ما بين الوفد والانجليز. ركز معايا كده. استبد الملك بالحكم مستغلا هنا ان في صدام حصل بعد السير الاستاج بين الوفد وانجلترا. عامل ايه الملك؟ ركز في دي كده. حل البرلمان نفس يوم انعقاده. حل البرلمان يعني حل مجلس الشعب نفس يوم انعقاده. دي بنسميها بدايه عبث الملك بالدستور والحياه الدستوريه فين؟ في مصر. طب نتيجه لذلك بعد حل البرلمان في نفس يوم انعقاده، طيب بنقول هنا كلمه صغيره كده، حل الملك البرلمان في نفس يوم انعقاده، دي كانت بدايه ايه؟ عبث الملك بالدستور والحياه الدستوريه في مصر. طيب موقف انجلترا كان ايه بقى؟ بنقول تدخل الانجليز. ركز معايا كويس. تدخل الانجليز لان الملك عطل الحياه النيابيه. واجبار الملك، اجبار هنا مين اللي اكبر؟ اللي اكبر هنا الانجليز على عوده الحياه النيابيه. انا بقول لك هنا بنص الكتاب بالظبط وهرجع افك فيها كلام كتير. طيب الملك هنا رجع الحياه النيابيه. طب وبعدين رفض الانجليز تاليف وزاره برئاسه سعد زغلول. لا سعد ما يجيش فين؟ في الوزاره. تكونت وزاره ائتلافيه جديده برئاسه عدلي يكن. ثم حرض الملك احزاب الاقليه للانقلاب على الائتلاف. واحده واحده بقى كده ونركز مع بعض. خلي بالكم معايا. لما اجي اقول دلوقتي عندي انت قلت انتكاس الحركه الوطنيه. استبد الملك بالحكم، الملك حكم حكم ديكتاتوري. مين اللي كان بيواجه الملك؟ الوفد. الوفد مشغول بالصدام مع الانجليز، تمام. حل الملك البرلمان في نفس يوم انعقاده مره اخرى، ركز بقى، حل البرلمان في نفس يوم انعقاده مره اخرى. طيب احنا ما صادفناش اي حل قبل كده. مفيش حل، احنا اخر حاجه قلنا برلمان الوفد بنسبه 90%. طيب انت كاتب هنا حل البرلمان في نفس يوم انعقاده مره اخرى، اه كان ايه الملك حل البرلمان القديم اللي هو 90% من الوفد، عمل انتخابات، الشعب وقف مع الوفد، نجح البرلمان، نجح حزب الوفد، الملك حل البرلمان مره اخرى. يعني انا في مره مش في الكتاب عندي. طيب الملك لما حل البرلمان، عاوزك ترى المعلومه كويس. تدخلت انجلترا باستخدام القوه والتدخل السافر لتعطيل الحياه النيابيه. اي حد هيقرا ان انجلترا تدخلت لتعطيل الحياه النيابيه، يعني انجلترا عايزه تعطل الحياه النيابيه. طب ما هي الحياه النيابيه متعطله طبيعي. لا ده انجلترا زعلانه ان الحياه النيابيه اتعطلت في مصر. ليه؟ لان التذمر الشعبي هيزيد، مصالح انجلترا هتقف. طب انجلترا معناها هنا ان هي اتدخلت علشان زعلانه ان الملك عطل الحياه النيابيه. فقامت انجلترا باجبار الملك على عودتها. ولك اجبار الملك على عودتها، يعني غصبا عن الملك هيرجع الحياه النيابيه. مين اللي مين اللي اجبره؟ انجلترا. طب الملك اجبر على اعاده الحياه النيابيه بالفعل. كلام كتير مش موجود هنا. معنى الحياه النيابيه ان في انتخابات وفاز الوفد. طب المفروض مين اللي يشكل الوزاره؟ سعد. تدخل الانجليز لمنع سعد من تشكيل الوزاره. وقام الملك بتاليف وزاره برئاسه عدلي يكن وسموها وزاره ائتلافيه مكونه من اكتر من حزب. احنا عندنا الوزاره الوفديه كلها كان من حزب الوفد لان الوفد كان بيحقق اغلبيه في البرلمان. هنا وزاره ائتلافيه مؤلفه من اكتر من حزب، كان الوفد والاحرار الدستوريين والوطني. وبدا الملك يحرض احزاب الاقليه للانقلاب على حكومه الائتلاف. الملك بدا يحرض احزاب الاقليه للانقلاب على وزاره مين؟ عادل يكن. وما كانش المقصود الوزاره بالكامل بتاعت عادل يكن، ولكن حزب الوفد داخل حكومه الائتلاف. عايزك تخلي بالك في حاجه اسمها حزب اقليه، يعني حزب ملوش شعبيه، ينزل الانتخابات يسقط، لا يتمتع بثقة الناس. في حزب أغلبية زي حزب الوفد، ينزل الانتخابات بيكتسح الانتخابات، ده بيسموه حزب أغلبية. في عنده وزارة اسمها وزارة أغلبية أو وزارة شعبية. إزاي؟ أنتوا مش صغيرين، أنتوا كبار. عملنا انتخابات. في حزب حقق أغلبية في الانتخابات. الحزب ده بيشكل معظم البرلمان، وبناء عليه يشكل الوزارة. ونسميها وزارة الشعب أو وزارة أغلبية لأن الشعب اختار الحزب بتاعها بالأغلبية في البرلمان
وتستمد الثقه من الشعب. طب عملنا انتخابات، مفيش حزب واحد فاز بنسبه عاليه زي الوفد، نقول في ثلاث اربع احزاب فازوا بنسب متقاربه. طب في الحاله دي نعمل ايه؟ وزاره ائتلافيه مكونه من الثلاث او الاربع احزاب دول، ونسميها وزاره ائتلافيه لعدم تحقيق حزب اغلبيه في البرلمان. طب ما عملناش انتخابات خالص، والملك هيعين وزاره اقليه زي ما هنشوف دلوقتي، فما نسميها بقى وزاره اقليه تستمد الثقه من الملك ولا تاتي بناء على انتخابات. تمام كده؟ تبقى دي انواع الايه؟ اللي الوزارات عندي وزاره اغلبيه، ائتلافيه، اقليه. معانا تليفون، ناخد معانا ندى من اسوان. السلام عليكم يا ندى. عليكم السلام يا استاذ. ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله يا استاذ. الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا استاذ. عايز اسال سؤال، ما العلاقه؟ اتفضلي يا بنتي. ما العلاقه بين حديث فشوده والوفاق الودي؟ ما العلاقه بين حادثه فشوده والوفاق الودي؟ حادثه فشوده 1898 والوفاق الودي 1904. تمام. حاجة تانية ندى؟ وحادثة دنشواي والوفاق الودي. حادثة دنشواي، لا مش هنعملها بقى كده، المفروض نقول الوفاق الودي وحادثة دنشواي. ماشي؟ بالظبط. طب تمام. حاجة تانية؟ وبقى ما العلاقة بين حادثة 4 فبراير وثورة 23 يوليو؟ حادثة 4 فبراير 1942 وثورة 23 يوليو 52. ها؟ شكرا. حاجة تانية؟ لا شكرا. طب معايا ندى؟ معايا ندى لحظة واحدة. أنت إيه، أسوان؟ أسوان. طب بص يا ندى معايا لحظة واحدة. هو أنت سؤال علاقة بتعرفي تحليه ولا أنت الأسئلة دي مغلباكي؟ السؤال بصفة عامة بتعرفي تحليه؟ بس مش بجيبه كامل. طب اسمعيني بقى، خدي قاعدة أساسية، دايما سؤال العلاقة بيكون سبب ونتيجة، سببه إيه؟ والنتيجة. ازاي؟ انت قلت ما العلاقة بين حادثة فاشودة، حادثة ايه؟ حادثة فاشودة والوفاق الايه؟ وفاق الوفدي. تقولي حادثة فاشودة بعد انسحاب القوات الفرنسية عائدة دون صدام عسكري كانت مقدمة للوفاق بين انجلترا وايه؟ وفرنسا. مقدمة ولا مش مقدمة؟ مقدمة. لان انت قلت في حادثة فاشودة لما انتهت المواجهة بينهم، انتهت دبلوماسية ولا عسكرية؟ دبلوماسية. وانسحاب القوات الفرنسية عائدة دون صدام عسكري. عن طريق الوفاق الودي بين فرنسا وانجلترا. حلو قوي، تبقى هنا في مقدمة للوفاق ولا للعداء؟ لا دي مقدمة للوفاق. حلو قوي، تبقى هنقول حادثة فاشودة مقدمة للوفاق الودي بين انجلترا وفرنسا، وظهر ذلك واضحا ضد قوة مين؟ المانيا. ضد قوة ايه؟ المانيا. المانيا، الأمر الذي أدى إلى عقد الوفاق الودي 1904 واطلاق يد فرنسا في المغرب مقابل بقاء انجلترا فين؟ في مصر. تمام. طب بص في السؤال التاني كده، انت مليان الوفاق الودي ودنشواي، المفروض بقى نقول ايه العلاقه ما بين الوفاق الودي وحادثه ايه؟ دنشواي. يعني هو السؤال كده بالمقلوب. تقول الوفاق الودي من ضمن نتائج الوفاق الودي ايه؟ انتهاء المعارضه الدوليه لانجلترا فين؟ في مصر. طب لما انتهت المعارضه الدوليه بدأت انجلترا تستخدم الشدة ولا اللين مع الوطنيين؟ الشدة. حلو قوي، واتهام كرومر الوطنيين او المصريين بعدم الكفاية للحكم الايه؟ الذاتي. مما ادى الوقت كده الشعب المصري مش هيلاقي حد يقف جنبه، فرنسا اتخلت عننا لان فرنسا اتراضت وخدت المغرب. كرومر بدأ يستخدم سياسة الشدة او القبضة الحديدية. النتيجة كانت احكام دنشواي احكام غير مناسبة للحادثة، وذلك لإخماد صوت الوطنيين للأبد لتخلي فرنسا عن مصر. فهمنا كده خلاص؟ تمام. تمام. السؤال الأخير عندك، حادثة 4 فبراير وثورة يوليو. ثورة 23 يوليو. جميل. حادثة 4 فبراير دي بنقول من ضمن المؤثرات التي أثرت في نفوس الزمان. ده قيام ثورة 23 يوليو؟ بالظبط كده. ما هي عندك إيه 4 فبراير حصلت في عهد الملك فاروق، تمام؟ لما أرغم الملك على تأليف وزارة وفدية غصب عنه. انجلترا. حلو قوي، وحصار قصر عابدين، تمام؟ تمام. ايه اللي حصل بقى هنا يا انسه ندى؟ بنقول الحادثه دي خلت الضباط يزعلوا، يزعلوا ازاي؟ انجلترا بطشت بالملك، يعني رمز الدوله، سواء صالح او فاسد فهو رمز الدوله. طب رمز الدوله اللي هو الملك، مين اللي بيحميه؟ الجيش المصري، معنى كده ان انجلترا ما عملتش اعتبار للجيش الايه؟ المصري. فاحس الضباط ان كرامتهم قد اهينت بعد حادثه 4 فبراير 1942
مما ادى الى ظهور التنظيم للاطاحه بالملك وبالانجليز. ماشي يا بنتي؟ تمام. في اي اسئله تانيه عندك؟ شكرا يا بنتي، تحت امرك، تابعينا في اي وقت. طيب طبعا التليفون معانا مفتوح من اول حلقه يا اولاد، اي حد عايز يسال احنا تحت امركم. طبعا اتكلمنا هنا عن انتكاس الحركه الوطنيه وغياب الديمقراطيه، عرفنا احزاب الاقليه، الاغلبيه، حكومات الاقليه، الاغلبيه، الائتلافيه، نخلي بالنا من الحاجات دي كلها. هنبدا عندي بقى هنا فقره انا بنفسي انا اللي بسميها كده، بس يعني بقول عليها كده ايه؟ ازمه الوزاره. انا بسميها ازمه الوزاره. ليه بسميها ازمه الوزاره؟ لان تعاقب فيها اكتر من ست وزارات. هنشوف هنا عندنا طبعا ما فيش ست وزارات، الكتاب ما ذكرهمش كلهم، بس هي كان فيها عدد كبير من الوزارات سته، وقبل السته كمان كان فيه ثلاثه حوالي تسع وزارات في فتره قليله. لما اجي اقول ازمه الوزاره عندي بتبدا بمين عندي؟ اول حاجه بنقول عندي وزاره محمد محمود، ودي سموها وزاره القبضه الحديديه. اتنين بعد محمد محمود اسماعيل صدقي، ودي بنسميها التغير لصالح الاوتوقراطية. بعدها وزارة توفيق نسيم، ودي ظروف معاهدة 36. بعدها وزارة علي ماهر. طيب معانا تليفون محمد من الجيزة، ونرجع نكمل عندنا وزارات الأقلية في الفترة الليبرالية. السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يخليك، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضل يا محمد. لو سمحت كنت عايز اتسال. تتسال؟ اه. انت عايز اسئله يعني؟ ايوه. انت وصلت لحد فين؟ انا واصل لحد ثورة يوليو. ثورة يوليو؟ اه. خلصتها يعني كلها ولا ايه؟ لا لا، خدت الاسباب بس بتاعت. الاسباب بتاعت ثورة يوليو؟ اه. طيب تمام. يعني انت عايز سؤال من اول المنهج خالص. ايوه بس اتفضل. طيب تمام. احنا بص يا محمد، في عندنا جروب طلاب مدرسة على الهواء، وجروب طلاب مستر احمد صلاح 2018، في اسئلة كتير قوي. انت هتخش هتلاقي حوالي بتاع مليون سؤال، حل زي ما انت عايز. انت معايا؟ ماشي. بس برضه انا مش هزعلك، هسألك سؤال بسيط. اتفضل. يعني لما اقول ما العلاقة بين الحملة الفرنسية وتكوين محمد علي الجيش المصري؟ الحملة الفرنسية وتكوين محمد علي الجيش المصري. أدى يعني دخول الحملة الفرنسية مصر إلى يعني نضج فكرة النضال الوطني. مما ساعد محمد علي على تكوين الجيش المصري. طب والكلام ده عندنا يا ابو حميد؟ لا ما ينفعش بقى، ركز شويه، ده هي سهله جدا، سهله جدا. العلاقه بين الحمله الفرنسيه وتكوين الجيش المصري. نقول بدا محمد علي في المحاوله الثانيه للضباط 1820 بالاستعانه بالكولونيل سيف. كولونيل سيف. سليمان باشا الفرنساوي ضابط من ضباط الحمله الفرنسيه. صعبه؟ لا مش صعبة بس. طب تمام. طب ركز بقى. ماشي. ممكن تضيف لها حاجة تانية أنت من عندك؟ أضيف. تضيف حاجة تانية برضه؟ ممكن. برضه إرسال محمد علي البعثات الفرنسية إلى فرنسا. إلى فرنسا بالتالي، أنا بتكلم على فرنسا. إلى فرنسا. طب أوكي تمام. كان في سؤال السنة اللي فاتت جميل قوي جاي في الدور الأول والدور الثاني. اتفضل. ما العلاقة بين حرب الشام والاقتصاد المصري؟ حرب الشام والاقتصاد المصري؟ انت عايز اسئله سهله ولا مباشره ولا عاديه ولا ايه؟ لا عادي يعني صعبه، اي حاجه بس شوف مستوايا بس. طيب ماشي. العلاقه بالاقتصاد بين حرب الشام والاقتصاد المصري؟ طيب لما اقول العلاقه بين حرب الشام، لما اقول حرب الشام دي زعلت مين؟ حرب الشام زعلت السلطان العثماني. السلطان العثماني. فالسلطان العثماني وافق على اي اجراء ضد محمد ايه؟ علي. فوافق على معاهدة بلطة ليمان مع انجلترا لالغاء الاحتقار. 1840. لا 838. 838. وبناء عليه تم سقوط الاحتقار ودخول استثمارات وسيادة مناخ الحرية لصالح المنتج الاجنبي، مما اضر بالاقتصاد المصري. المصري. عايز حاجة تانية؟ لا شكرا. طيب بص محمد، خش بس على جروب طلاب مستر احمد صلاح 2018 او جروب طلاب مدرسة على الهوا، هتلاقي عدد كبير جدا من الأسئلة، وأنا بنزل لها الإجابات برضه النموذجية، ولو عايز أي حاجة أحطها عليه، خلاص؟ شكرا يا مستر. العفو يا حبيبي، مع ألف سلامة. طيب نشوف برضه مع بعض، إحنا في انتظار التليفونات. أنا بشكر محمد برضه قوي إن هو عايز حد مستواه في الفترة دي، مش عايزينك تتخدع في الفترة دي، ما تقولش إنك أنت عارف كل حاجة، لا. في أسئلة كتيرة جدا في الامتحانات تبقى زي ما قلنا السنة اللي فاتت، والناس كانت بتهاجم وتقول أنتوا بتقولوا حاجات غريبة ومش غريبة، الامتحان اللي بيقول، إحنا ما قلناش حاجة السنة اللي فاتت، أكتر من إحنا قلنا الامتحان
والناس كانت بتهاجمنا، فعايزينكم السنه دي تركزوا، عايزين ناخد درس من اللي حصل السنه اللي فاتت ان شاء الله. الامتحان بقت نقطه كتيره وجزئياته صغيره، فبيسال في حاجات يعني غالبا ما ممكن تكون غريبه شويه، فنخلي بالنا الله يخليكم. نبدا عندي في ازمه الوزاره، احنا قلنا اول عندي رئيس وزراء محمد محمود سم وزارته القبضه الايه؟ الحديديه. طيب لما اجي اقول عندي وزاره محمد محمود، سموا وزاره محمد محمود وزاره القبضه الحديديه ليه؟ نركز مع بعض كده، بنقول محمد محمود عطل ايه؟ الحياه النيابيه، وعطل الحريات الشخصيه. محمد محمود عطل الحريات التي نص عليها دستور 23، اطلقوا على وزاره محمد محمود وزاره القبضه الحديديه. كلام بسيط ما فيهوش اي مشكله عندي. عطل الحياه النيابيه، عطل الحريات الشخصية، عطل الحريات التي نص عليها الدستور، ولذلك قالوا عليها ايه؟ وزارة محمد محمود وزارة القبضة الحديدية. طيب تمام، هناخد معانا تليفون ندى من اسوان. بسم الله، اتفضلي يا ندى. السلام عليكم. ازيك؟ عاملة ايه يا بنتي؟ الحمد لله يا مستر. اتفضلي يا ندى. يا مستر كان عندي طلب. بص ايه؟ كان عندي طلب. اطلبي اموري. وعايزين مراجع بس على الفصل الثالث، عشان هو طويل طويل شوية يعني. الفصل الثالث؟ اه. عينيا حاضر، هنعمل لك مراجعة على الفصل الثالث. احتمال إن شاء الله الأستاذ محمود يشتغل، أنا معاكي ساعتين كاملين. أستاذ محمود لو اشتغل الحلقة الثالثة إن شاء الله هقول له بقى يشتغل لكم على الفصل الثالث، يعمل لكم عليه مراجعة. ماشي. يا ريت يا مستر والله. عينيا، أنت عندك أسئلة يا ندى؟ اه يا مستر. اتفضلي يا بابا. قارن بين قانون المقابلة وقانون التصفية من حيث في عهد المنتظر من كل منهم واحكام كل منهم. طب ليه انا ده السؤال ده؟ ايه؟ اه اتفضل. حاجه ثانيه؟ وضح الظروف الصعبه. ايه؟ وضح الظروف الصعبه. وضح الظروف الصعبه التي واجهت الحركه الوطنيه في عهد محمد فريد. وضح الظروف الصعبه التي واجهت محمد فريد. ها؟ سياسة الرقابة. اه. سياسة المراقبة الصناعية. في عهد الاستاذ توفيق. ماشي تمام. حاجة تانية؟ لا شكرا يا مستر. خليكي معايا لدى لحظة. انت معايا؟ اه. قانون المقابلة وقانون التصفية صح؟ اه. ده سؤالك؟ قانون المقابلة، أنت عايزة في عهد من صدر قانون المقابلة وظروف قانون المقابلة ونصوص قانون المقابلة ونتائج قانون المقابلة، مش كل ده؟ لا لا يا مستر، في عهد من صدر كل منهما وأحكام كل منهما. طب أنا هكبر السؤال معاكي شوية. خليكي معايا كده، أنت سألت سؤال، السؤال ده جميل جدا وحلو، كويس أوي. أنت معايا؟ هو ده في ثانوية عامة 2007. آه، لمول قانون المقابلة في عهد مين؟ في عهد مين؟ في عهد مين؟ إسماعيل. اغسطس 1871. طب ايه ظروفه؟ ليه اسماعيل اصدر قانون المقابله؟ انا ده نظرا لدخول الاستثمارات والاقتراض من الاجانب وعجز الحكومه عن سداد الديون. تمام؟ ايوه. طب ايه نص قانون المقابله؟ انا ده ها؟ الذين يدفعون 6 امثال الضريبه المقرره على الارض مره واحده مقدما، مقابل ذلك لهم حق ملكيه قانونيه والاعفاء بعد 6 سنوات من نص الضريبه. طب نتيجه قانون المقابله ايه يا ندى؟ استقرار الملكيه والاهتمام بالانتاج. تمام يا بنتي؟ ماشي. طب قانون التصفيه في عهد مين؟ توفيق. في عهد توفيق. تمام، ايه ظروفه بقى؟ ها؟ ظروفه يدي المزارعين حقوق. قانون التصفيه يا ندى، لجنه دوليه من الدول الدائنه لبحث احوال مصر الماليه وتحديد العلاقه بين املاك الدائره الثانيه والدومين والحكومه، وفصل هذه الاملاك واصدار قانون التصفيه الذي كان يقضي بتخصيص اقل من نصف الايراد لصالح الديون والباقي للمصروفات، ووضع املاك اسماعيل والدائره الثانيه والدومين تحت اداره دوليه لضمان الديون التي اقترضت باسمهما. طب ده النص والظرف والعهد. ايه نتيجه قانون التصفيه؟ انهيار احوال البلاد وانهيار الخدمات وسوء الاوضاع الاقتصاديه واحاله الضباط للتقاعد توفيرا للنفقات. ماشي يا ندى؟ ماشي. طيب انا هجاوب لك بقى. انت عندك اي اسئله ثانيه قبل ما تقفلي؟ لا يا مستر. طب انا هجاوب لك الاسئله. انت عارفه ظروف محمد فريد ولا اجاوبها لك؟ لا يا مستر، ما الاسئله بجاوب بس لا، لكن مش عارفاها يعني. ايه؟
اسئله مش عارفاها عشان كده قلتها. طب تمام، بصي انا برضه بنتفق لي، الظروف اللي واجهت محمد فريد، ايه الظروف الصعبه؟ وفاه مصطفى كامل المفاجاه احدثت فراغا في الحركه الوطنيه، حطوا محمد فريد من غير تدريب. سياسه الوفاق بين انجلترا وفرنسا، سياسه الوفاق بين الخديوي وعباس حلمي والانجليز في عهد جورست، كل دي ظروف صعبه. نتيجه المراقبه الثنائيه انا بقى، لما رجعت المراقبه الثنائيه ايه نتيجه اعادتها؟ بحصه مصر من الارباح، الغاء قانون المقابله، اصدار قانون الايه؟ التصفيه. شكرا يا ندى، ولو في اي حاجه احنا تحت امرك. لسه ما زلنا في انتظار اتصالاتكم على مدى ساعتين متصلتين. طيب قلنا وزاره محمد محمود قبل سؤال ندى عندي، وزاره محمد محمود 1928، نركز مع بعض كده الله يخليكم. وزاره محمد محمود وزاره القبضه الحديديه، قلنا عطل الحريات الشخصية، عطل الحياة النيابية، عطل دستور 23 أو الحريات اللي فيه، أطلق على وزارته وزارة القبضة الحديدية. هنا ممكن نجيب السؤال بصيغة، مفيش طالب في مصر مش عارف وزارة محمد محمود، مفيش طالب في مصر مش عارف كلمة قبضة حديدية لمحمد محمود. طب ما أنت ممكن تقلب السؤال وتجيبه بحاجة تانية، ولو اتقلب السؤال وجاب حاجة تانية يعمل لي مشكلة. إيه هي؟ لما أقول لك هنا أثبت أو فسر الاثنين تدهور الحياة السياسية في مصر عام 1928. ركز بقى كده، لازم اكون عارف سنة 28 ان هي وزارة محمد ايه؟ محمود. في الحالة دي اعرف اجاوب. يعني لا هجيب لك كلمة قبضة حديدية، ولا هجيب لك محمد محمود، ولا هجيب لك وزارة مش عارف ايه. انا اقول لك تدهور الحياة السياسية في مصر عام 1928. اذا انت لازم تكون حافظ التاريخ عشان تقدر تحدد لي الشخصية اللي مسكت الوزارة في العهد ده. طيب انا عندي في وزارة تانية اللي هي طبعا بنقول رقم 2 تجاوزا، لان في اكتر من وزاره طبعا مش موجودين. نقول عندي وزاره اسماعيل صدقي. قال وزاره اسماعيل صدقي تغير لصالح النظام الاوتوقراطي. يعني اسماعيل صدقي كان لصالح ايه بقى يا استاذ؟ لصالح الحكم الفردي. يعني اسماعيل صدقي كان لصالح الملك. ليه اسماعيل صدقي عمل ايه؟ قال لك اسماعيل صدقي طبعا حكم كام سنه؟ 3 سنوات و3 شهور، يستمد الثقة من الملك، وده من حكومات الأقلية يا أولاد، يعني محدش انتخبه. الراجل ده أول حاجة عملها حل البرلمان الوفدي، عطل دستور 23، أصدر دستور جديد سنة 930 زادت فيه صلاحيات الملك، الامر اللي ادى الى اشتعال الصراع الحزبي. معلش بقى انتوا يعني ايه كتر خيركم، هنحاول نفكها على قد ما نقدر معاكم كده. انت بتقول عند اسماعيل صدقي حكم 3 سنوات متصلة و3 شهور، فرض على البلاد حكما ديكتاتوريا ثقيلا يستمد الثقه من الملك، الملك اللي معينه. طبعا الراجل ده قال لك تغير لصالح النظام الاوتوقراطي او الحكم الفردي. عمل ايه؟ حل البرلمان الوفدي. طب وفين البرلمان الوفدي؟ انت مش لسه قايل يا استاذ اخر حاجه عندي انك انت قلت وزاره محمد محمود حتى ما قلتلناش مشيت ازاي؟ وزاره محمد محمود مشيت 1829 من 28، جت وزاره اسمها عدل يكن تاني، جت وزاره نحاس تاني اللي هو جه بعد وفاه سعد. بعد وفاه سعد طبعا الكتاب ما ذكرش كل ده، فكان في برلمان عندي وفد سنه 30. النحاس اللي جه بعد سعد في حزب الوفد طبعا عمل برلمان وقدم الاستقالة لحاجات كتيرة مش عندنا بقى، هنقول جه اسماعيل صدقي حل البرلمان الوفدي، عطل دستور 23، عمل دستور 30، زود صلاحيات الملك، فبدأ اشتعال الصراع الحزبي. الصراع الحزبي بمين؟ حزب الوفد اللي هو بتاع سعد والنحاس، وحزب كان عمله ايه؟ اسماعيل صدقي اسمه حزب الشعب، ده برضه مش عندي، بس فيه صراع حزبي. يعني معنى كده ان الوفد ما زال قائم في الحركة الايه؟ الوطنية. وزارة اسماعيل صدقي من الوزارات المهمة، نخلي بالنا. معانا تليفون فاطمة، السلام عليكم يا فاطمة. وعليكم السلام، ازيك يا مستر؟ الله يخليك يا بنت، عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي يا فاطمه. يا مستر في سؤال، ما النتائج المترتبه على فشل الثوره العربيه؟ ما يا مسهل النتائج المترتبه على فشل الثوره العربيه. حاجه تانية؟ في صح وغلط، تم تعيين محمود سامي البارودي بعد مظاهرة فبراير 1881. بعد مظاهرة 1881 فبراير 1881 بعد فبراير
1881 تعينه ايه؟ هو ينفع كده برضو يا فاطمة السؤال؟ طب قولي اللي بعديه ايه؟ هو ده بس السؤال. في اسئلة تانية عندك؟ لا شكرا. طب خلينا في الصغار ده معايا يا فاطمة. تقول ايه؟ تم صح ولا غلط؟ تم تعيين البارودي بعد فبراير 81، تعيينه في ايه يا فاطمة؟ مش لازم احدد. طب تعيين البارودي رئيس وزراء ولا تعيينه وزير حربية؟ ها؟ ما هو اصلا مظاهرة عابدين بدأت سبتمبر 1880، طب ليه في مكتوب فبراير؟ سبتمبر ازاي؟ مش احنا قلنا عندي اجتماع الضباط 16 يناير 1880 في بيت عرابي؟ ايوه. ولما اجتمعوا الضباط وعرضوا على ايه؟ رياض باشا عزد رفقي وتعيين مصر مكانه، فقدمهم للمحاكمه. اثناء المحكمه هاجم الجيش، خرج عرابي واصحابه في حركه فبراير. حركه ايه؟ فبراير. ركزي معايا يا بنت، حركه ايه؟ فبراير. حركة الجيش والشعب فبراير 1881، واللي احنا بنسميها مظاهرة عابدين الأولى. صح؟ في بقى مظاهرة عابدين الثانية سبتمبر 1881، فاهمة؟ أيوه فاهمة. طب تمام، حركة الجيش والشعب فبراير 81 أمام التجمهر الشعبي، اضطر الخديوي إلى عزل رفقي وتعيين محمود سامي البارودي وزيرا للحربية، تمام يا بنتي؟ تبقى السؤال يجي فيها ازاي؟ لما قلت تم تعيين البارود وزيرا للحربيه اثناء حركه فبراير 81، تقول العباره صح، امام التجمهر الشعبي اضطر الخديوي، يعني وافق ولا اجبر؟ اجبر على على الموافقه امام وعزل عثمان رفقي وزير الحربيه الترك وعين محمود سامي الايه؟ البارودي. طب السؤال الاولاني يا بطه كده قولي لي معايا، فشل الثوره العربيه ايه النتيجه؟ النتائج. قولي بقى. انا عارفه اللي هو اتفضل اتفضلي اللي هو انقسام في صفوف الامه. جميل اتفضلي. وزور عناصر نظاميه صح؟ واختلاف هدف التخلص. طب ازاي بطل الكلام ده؟ ده لا قال لك فسر، انما انت انا سؤالك انا نتائج اهو، ركز معايا في سؤالك، مش انت مالين سؤال نتائج؟ ايوه بس انا مش عارفه ايه النتائج، هو في الكتاب شايفاه مكتوب ان هو بما تفسر. طب شغلي بس دماغك شويه كده معايا، ما احنا قلنا التاريخ بقى مش كله بقى حفظ، ما في حاجات فهم يا بطل. انت كاتبه لي هنا سؤال، ما النتيجه المترتبه على فشل الثوره الايه؟ انما اللي انت بتقوليه انقسام صفوف الامه واختلاط الاهداف الكلام ده اسباب، ده فسر. انما لما اجي اقول لك هنا النتيجه المترتبه على فشل الثوره العربيه، عارفه هتتكلمي على ايه؟ ها؟ الحركه الوطنيه في عهد توفيق، اللي الكتاب السنه مسماه مرحله الكمون او الخمود، عارفها؟ ايوه عارفها. ها فاهمها ولا لا؟ هو عربي فشل، عربي فشل ولا نجح يا فاطمه؟ لا هو فشل. تمام، نتيجه للفشل تم نفي عرابي واعتقال زعماء الثوره وسجن البعض الاخر. واحد، اثنين، سيطره انجلترا على الادارات العليا في الدوله، الجيش والاشغال والحقانيه والتعليم والداخليه. ثلاثه، لم يبدي الخديوي توفيق اي اعتراض. الخديوي اتكلم ولا ساكت؟ لا ما اتكلمش. على اعتقاد ان انجلترا حميته منين؟ من عرابي. تمام، ثلاثه، انصراف الشخصيات البارزة عن المقاومة وخلعت ثوب الكفاح الوطني واتجهوا إلى الأعمال الخاصة، زراعة، صناعة، تجارة، محاماة أو الوظائف الحكومية أو صانع البعض الأجانب، ولم يظهر من الحركات الوطنية سوى بعض الجمعيات السرية البسيطة زي الانتقام والعروة الوثقى والمؤيد. هل عرابي لو نجح كانت الناس دي هتسيبه وتمشي يا فاطمة؟ لا طبعا. هل عرابي لو نجح في الثورة كانت انجلترا احتلت مصر؟ هو ممكن كانوا يحتلوها، لان يا فاطمه عرابي لو نجح في الثوره العربيه كان هيصد الانجليز ولا مش هيصدهم؟ ايوه طبعا هيصدهم. طب جميل، نتيجه الفشل وانجلترا احتلت البلد، هو اتسجن. يعني هنقول احتلال انجلترا في مصر. يا بطه برضه ما سمعتيش، هتقول الحركه الوطنيه في عهد توفيق، يا ريت نجيبها استاذه فول سكرين عليها. ايوه الحركه الوطنيه في عهد توفيق معايا كده على الشاشه، هتبان لك اهي الحركه الوطنيه في عهد توفيق، هاتها لي على الشاشه بس كده تشوفها. الحركه الوطنيه في عهد مين؟ توفيق، اللي بيسموها مرحله الكمون. معايا يا فاطمه؟ ايوه تمام. اكتبي يا فاطمه، انت معاك قلم ولا معاكيش؟ لا معايا. اكتبي يا فاطمه بالقلم، الحركه الوطنيه في عهد مين؟ توفيق. في عهد توفيق، الله يفتح عليكي. خلاص كده تمام. في اسئله ثانيه عندك؟ لا شكرا يا مستر خالد. تحت امرك يا بنتي. طيب يا اولاد بنشوف برضو هنا، نخلي بالنا من الاسئله المتشابهه، لان الطالب ما بيعرفش موضوع الثوره العربيه من ناحيه الايه، فكلمه اول ما يشوف كلمه فشل الثوره العربيه ما بيبصش بقى الاسباب او نتائج، هو بيبص لفشل الثوره العربيه وحافظ طبعا ست حاجات مشهورين اللي هم اسباب الفشل فبيجي متكلم عنهم. لا، لما اقول هنا
نتيجة فشل الثورة دي حاجة تانية، الثورة فشلت يعني قرايبه اتنفى وزمايله اتسجنوا واعتقلوهم وانجلترا احتلت البلد والخدوة مبسوط واصحابه قرايبه كلهم سابوه تخلوا عنه وما ظهرش حركات ايه غير حركات بسيطة بس. ده المقصود عندي بالسؤال. طبعا اتكلمنا عن اسماعيل صدقي ايه؟ قلنا اسماعيل صدقي ايه؟ وزارته كانت تغير لصالح النظام الاوتوقراطي، حل البرلمان الوفدي، عطل دستور 23، عمل دستور جديد 30 زود فيه صلاحيات الملك. يعني انت كان عندك في دستور 23 في عيوب، عيبين، حق الملك في حل البرلمان واقاله الوزاره، وبالرغم من كده كان في مبادئ ليبراليه. انما عندي هنا دلوقتي بنقول عندي دستور 30 نقول كل عيوب، لان كله كان لصالح مين؟ الملك. وطبعا الامر اللي ادى لاشتعال الصراع الحزبي، وزاره كانت سيئه طبعا وكان لها تاثير خطير لان قعدت 3 سنين. طب هنا لو قلنا هنا وزاره اسماعيل صدقي وزاره او تغير لصالح النظام الاوتوقراطي، تمام زي الفل، هتيجي نتكلم عن الوزاره. طب انا ما جبتش كلمه ايه؟ اوتوقراطيه ولا صدقيه، وقلت ايه بقى؟ تدهور الحياه السياسيه في مصر عام 1930 او من 1930 ل 1933. في الحاله دي نتكلم عن وزاره مين؟ اسماعيل صدقي. خلي بالنا من وزاره اسماعيل صدقي من الوزارات المهمه، وجات السنه اللي فاتت في الامتحان هي وزاره محمد محمود. طيب نشوف مع بعض برضو كده، عندي من الوزارة المهمة او الوزارات المهمة او عندي وزارة توفيق نسيم. وزارة توفيق نسيم بتساوي ظروف معاهدة 1936، تمام. لما اجي اقول عندي وزارة توفيق نسيم ايه اللي حصل فيها، بنقول اثناء وزاره توفيق نسيم توتر. توتر ايه يا استاذ؟ الوضع الدولي نظرا لاحتلال مين اللي احتل؟ ايطاليا. احتلت ايه؟ الحبشه 1935 واقتراب ايه؟ الحرب العالميه الثانيه. نركز مع بعض كده، شوف مع بعض تاني. توفيق نسيم ظروف معاهده 36، هما الاثنين حاجه ايه؟ واحده. توتر الوضع الدولي، احتلال من اللي احتلت؟ ايطاليا. الحبشه 35، اقتربت الحرب العالميه الكام؟ الثانيه، تمام قوي. حزب الوفد بره الحكومه ملوش علاقه بالموضوع، حزب الوفد عايز يعمل حاجه، هيعمل حزب الوفد؟ حزب الوفد عايز ينظم، هينظم ايه؟ العلاقه. هينظم العلاقه مع مين؟ مع انجلترا اثناء الحرب العالميه الثانيه بشان التحفظات الاربعه. واحده واحده بقى كده معايا. انت قلت دلوقتي عندي الحرب العالميه قربت، ايطاليا احتلت الحبشه، ايطاليا حصرت مصر في وادي النيل، او حصرت اسف انجلترا في مصر ووادي النيل في السودان نظرا لوجودها في منطقه ايه؟ الصومال واريتريا، والحبشه وجودها في ليبيا. أصبحت كماشة الوقت إيطاليا، تلبدت الأجواء العالمية منذ منتصف الثلاثينيات بغيوم حرب عالمية جديدة. ده حرب كبيرة. الحرب هتقوم إمتى؟ هتقوم سنة 39. هتقوم سنة كام؟ 39. طب من 35 في بوادر حرب وهيتكلموا عن حرب. حزب الوفد بره الحكومة لأن الحكومة برئاسة توفيق نسيم. أراد حزب الوفد تأليف العلاقة أو تنظيم العلاقة مع بريطانيا حتى لا يحدث ما حدث في الحرب العالمية الأولى بشأن التحفظات الأربعة. واحدة واحدة كده بقى. أنت عندك، أنت خدت الاستقلال سنة 1900 كام؟ 22 في تصريح 28 فبراير. قلنا إنجلترا أنهت الحماية البريطانية على مصر والاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة مع 4 تحفظات تأمين دفاع حماية سودان. صح كده؟ أنت كده خدت الاستقلال بس في تحفظات، في شروط أبقت إنجلترا الوضع في مصر، بس إنجلترا مش موجودة بشكل استقلال، بشكل استعمار. ده بشكل تحفظ في التصريح. انت كده خدت الاستقلال. حزب الوفد راح لانجلترا وقال لها احنا عايزين ننظم معاك العلاقه في الحرب العالميه الثانيه. يعني نعمل معاك معاهده يعني، معنى اصح اصلا عشان نفهمها بسرعه نعمل معاهده. في الحرب العالميه الثانيه تضمن لانجلترا مساعده مصر مقابل ان انجلترا بعد الحرب تلغي التحفظات الايه؟ الاربعه. طب لما اتعرض الكلام ده هنا، طبعا الموضوع هنا كان موضوع صعب جدا. لما اتعرض الكلام ايه اللي حصل؟ ايه موقف انجلترا من ايه؟ من الموضوع؟
رفض الانجليز على لسان صامويل هور وزير خارجية بريطانيا، قال ايه؟ ان بريطانيا مالها يا استاذ؟ تفضل ايه؟ التعامل مع مصر بحرية وبغير قيود، مما ادى الى اندلاع ثورة الشعب في 9 نوفمبر 1935، مما ادى الى اجبار انجلترا على عودة دستور 23 واجراء المعاهدة. معايا كده بقى لحظة واحدة، انت قلت دلوقتي عندي ايه؟ قلت ان عندي سمول هور رفض. مين سمول هور ده؟ ده وزير خارجية بريطانيا. لما راح النحاس طبعا انت هنا يعني الكتاب يعني مشي بسرعة وما قالكش ان سعد مات، والنحاس جه مكانه. سعد لما توفى 1927 خلفه في قيادة حزب الوفد مصطفى باشا النحاس. نحاس هنا لما راح لانجلترا، انا عايز اعمل معاكم علاقة في الحرب العالمية الثانية تضمن مساعدة انجلترا، مساعدة مصر لانجلترا مقابل بعد الحرب لغاية التحفظات، تمام. انجلترا عملت ايه؟ رفضت انجلترا على لسان وزير خارجيتها صامويل هور. صامويل هور، خلي بالك عندي صامويل هور وقدام عندي في هربرت صامويل، خلي بالك من الاسامي اللي شكل بعضها، الاسامي شكل بعضها. اقول لك ويلسون، نيكسون، ماشي، نخلي بالنا احنا عندنا في نيلسون هناك في الاول خالص، وعندنا في ويلسون، وعندنا في نيكسون، فنخلي بالنا من المشابهات دي. ما هو الاختيارات تيجي يا في المتشابهات يا في المتقاربات في الزمن. فانا بقول هنا وزير الخارجيه الذي رفض اجراء المعاهده مع مصر اسمه صامويل هور، ان بريطانيا تفضل التعامل مع مصر بحريه وبغير قيود. النتيجه اندلعت المظاهرات، ثوره الشعب في 9 نوفمبر 1935 ثوره. افتح كتاب المدرسه هتلاقي صفحه كامله ما فيهاش عناوين. انت طبعا عايز تحفظ ايه؟ عايز عنوان لوحه ولا اشاره المرور عشان تعرف ان دي ثوره واللي تحتها دي احداث؟ لا، الكتاب ما شرح، ما عملهاش عنوان كبير زي ثورة 19. ده قال لك حينئذ بدأت البلاد تموج بالثورة، واشتعلت المظاهرات، وتعطلت المواصلات، وزادت الاشتباكات مع رجال البوليس، مما أدى إلى اضطرار إنجلترا إلى إعادة دستور 23. قال خلاص ما تزعلوش، هعمل لكم اللي أنتوا عايزينه. هرجع لكم دستور 23 وهعمل لكم المعاهدة، بس على شرط مع كل الإيه؟ الأحزاب السياسية حتى لا تتضمن الكثير من المزايدات. وبالفعل قدم توفيق نسيم الاستقالة. 9 نوفمبر 1935 ده ثورة. أنا عايزكم تفتحوا الكتاب، اللي بيتابعنا دلوقتي يشوف ويفتح الكتاب. افتحوا الكتاب مش هتخسروا حاجة. هتلاقي عندك في الصفحة فوق على اليمين كده اندلعت ثورة الشعب وبدأت البلاد تموج بالمظاهرات. ثورة إيه؟ طب ودي تيجي في الامتحان؟ لا مش تيجي، هي جت. هي جت في 2013 ووضح مظاهر ثورة الشعب 1935 من تصريح صامويل هور. ورجعت بقى جت بعديها ما نتائج تصريح صامويل هور 35، يعني جت مرتين في الامتحان واتكلم على انها ايه؟ ثورة. فنخلي بالنا منكم يا اولاد، الله يخليكم. تبقى دي ظروف معاهدة 36 واسباب في نفس الوقت استقالة توفيق نسيم. طبعا الوزارة اللي جت بعد كده عندي وزارة علي باشا ماهر. علي باشا ماهر السياسي المخضرم ده كنا بنقول عليه ان هو يعتبر زي كده بالظبط عدلي يكن، من اكثر المعتدلين، وكان ذكي جدا في شغله السياسي. علي ماهر طبعا بنقول عقب تقديم توفيق نسيم استقاله، من اللي كلفه؟ كلف الملك علي ماهر بتشكيل الوزاره لتحديد وفد المفاوضات مع بريطانيا. خلاص الملك قال خلاص هنعمل المعاهده مع بريطانيا، وقال لي علي ماهر اعمل لي ايه؟ لجنه المفاوضات اللي هتفاوض. وبالفعل تم اجراء انتخابات لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، وبداوا في عقد جلساتهم، ثم بعد ذلك تشكيل لجنه التفاوض مع بريطانيا. اشترك فيها طبعا اشتراك كل الاحزاب السياسيه ما عدا الحزب الوطني. كل الاحزاب اشتركت ما عدا الحزب الوطني، قال لك لا مفاوضات الا بعد الجلاء. اذا دلوقتي عندي بنقول عقب تقديم الهلال الاستقاله كلف الملك مين؟ علي باشا ماهر بتاليف الوزاره. علي باشا ماهر لما الف الوزاره دلوقتي عندي بنقول اتعملت انتخابات لمجلس الشيوخ ومجلس النواب، بدات جلساتهم، النتيجه تالف الوفد،
اللي هيعمل المعاهده مع بريطانيا. طبعا هي المعاهده عملتها ايه؟ مصر في عهد وزاره النحاس، بس هو هنا ما قاليش. هنا اللي معايا في الوزاره علي ماهر، واتعملت المعاهده. طيب هنشوف كده مثلا نصوص المعاهده، او بنقول هنقول نصوص او هنقول تساوي مزايا معاهدة 1936. ايه مزايا معاهدة 36 او ايه نصوص معاهدة 36؟ لما اجي اقول اول نص عندي بنقول واحد، انهاء الاحتلال البريطاني لمصر. اتنين، دخول مصر ضباط الامم. ثلاثة، الغاء الامتيازات الاجنبية. اربعة، تقوية الجيش المصري. خمسة، سحب الموظفين الانجليز من الجيش والبوليس. ستة، حق مصر في عقد المعاهدات الخارجية. سبعة، إعادة الجيش المصري للسودان. ده طبعا بالنسبة لنصوص معاهدة 36. بنقول تاني معايا انهاء الاحتلال البريطاني لمصر ازاي؟ بواسطة جلاء قوات انجلترا. ركز معايا كده في النص، ده بيلغي التحفظ رقم واحد. ده بيلغي التحفظ رقم واحد، خلي بالك معايا. مش قال لك تأمين دفاع حماية السودان، قال لك تأمين المواصلات الإنجليزية في التحفظ لنقل تبرير بقاء الجيش الإنجليزي. هنا قال لك إنهاء الاحتلال البريطاني بواسطة رحيل إنجلترا، تبقى ده بيلغي التحفظ الأولاني. دخول مصر عصبة الأمم بيأكد على الأولاني. إلغاء الامتيازات الأجنبية، خلاص كده الأجانب مش مميزين. تقوية الجيش المصري، ده بيلغي التحفظ الكام؟ الثاني. هو هناك قال لك ايه؟ انجلترا تدافع عن مصر لتبرير عدم تكوين جيش مصري قوي. هناك لا، قال لك تقويه الجيش الايه؟ المصري. طيب سحب الموظفين الانجليز من الجيش والبوليس والغاء اداره الامن الاوروبيه وتصبح مصر مسؤوله عن الاجانب. قال لك النص ده بيلغي التحفظ الكام؟ الثالث، اللي هو كان بيقول ايه؟ حق بريطانيا في حمايه الاجانب لتبرير تدخلها في السياسه الداخليه. مصر طبعا تعمل معاهدات ده عشان استقلالها. اعاده الجيش المصري للسودان، ده بيلغي التحفظ الكام؟ الرابع، انفراد انجلترا. يعني اقدر اقول ان المعاهده هنا عملت لي فعلا مزايا. بس هنا في النقطه بتاع تقويه الجيش لو بصينا فيها كويس، هنبص كده ونقول تقويه الجيش المصري من الدرجه التي تمكنه من الدفاع عن قناه السويس بمفرده. فاذا وصل الى هذه الدرجه تجلو بعدها القوات الانجليزيه. هل يا ترى هو هيوصل او مش؟ اعتبرناها ميزه لان هنا في نيه لتقويه الجيش المصري. ارجوكم نحفظهم كويس، ماشي؟ انهاء ودخول وتقويه وسحب وحق واعاده الجيش المصري للسودان. ناخد فاصل ونرجع لكم ان شاء الله. اعزائي طلبه وطالبات الثانويه العامه، اهلا بكم من جديد بعد الفاصل. طبعا احنا قلنا على مدى ساعه كده ان شاء الله كامله ان شاء الله، تاني في انتظار اي اتصال او اي تليفون. لسه قدامنا كمان ساعتين، ساعة متصلة معاكم دلوقتي، وبعد الساعة 2:30 ان شاء الله نبدأ حلقة جديدة، يعني على مدى 3 ساعات النهاردة. نخلي بالنا كده، الله يخليكم. قبل الفاصل كنت بتكلم على معاهدة 36. معاهدة 36 قلنا فيها انهاء الاحتلال البريطاني، دخول مصر عصبة الامم، الغاء الامتيازات الاجنبية، تقوية الجيش المصري، سحب الموظفين الانجليز من الجيش والبوليس، حق مصر في عقد المعاهدات الخارجية، حق مصر في اعادة الجيش للسودان. انا حددتها معاكم طبعا، وقلنا ايه؟ التحفظ الاولاني اللي هو في التحفظات الاربعه، تامين دفاع حمايه سودان. التحفظ الاولاني اتلغى مع النص. التحفظ الثاني اتلغى في النص 4. التحفظ الثالث اتلغى في النص 5. التحفظ الرابع اتلغى في النص 4. فنخلي بالنا نقدر نقول ان معاهده 36 عملت لي ايه؟ بعض الايه؟ المزايا. خلي بالنا. طيب هنبدا نتكلم بقى في حاجه جديده، ويا ريت بس الوقت يسعفني واقدر اكملها معاكم النهارده. النتيجة المترتبة على معاهدة 36. في نتائج معاهدة 36. في نتائج. في متغيرات؟ في متغيرات. طيب هنشوف كده بقى معايا المتغيرات، بس بعد ما ناخد هبة ان شاء الله كده من اسوان. سلام عليكم يا هبة. وعليكم السلام.
عامله ايه؟ كل شيء الحمد لله. الحمد لله، اتفضلي. بس انا لو سمحت عايزه افهم مفهوم ايه معنى عصبه الامم. عصبة الأمم هيئة دولية أنشأها الرئيس ويلسون أثناء الحرب العالمية الأولى لإنهاء الصراع بين الدول وعدم استخدام القوى في فض النزاع. يعني حاجة كده مثالية، اللي هي النهاردة هيئة الأمم المتحدة دي حاجة بتحل المشاكل بين الدول، دول العالم بصفة عامة مش بصفة خاصة. بدل ما نستخدم القوة نضرب بعضينا، دولتين عندهم مشكلة بدل ما يضربوا بعض ويعملوا مشاكل مع بعض وحروب وناس تموت، يروحوا عصبة الأمم هم يقعدوا الأعضاء ويحلوا لهم المشكلة بتاعتهم. دولية لحل المشاكل سلميا بدل استخدام القوة في فض النزاع. حاجة تانية يا هبة؟ شكرا. تحت أمرك يا بنتي. لو في اتصال تاني؟ سلام. طيب نشوف مع بعض كده. عندي المتغيرات. طبعا بنقول ايه النتائج، معلش بقى استحملونا النهارده الاستاذ محمود مش معايا. إيه النتائج المترتبه على معاهده 1936؟ ايه النتيجه المترتبه على معاهده 1936؟ هنقول الاول واحد، في عندي نتائج او بنسميها المتغيرات الداخليه. لا خليكم ركزوا معايا كده، ركزوا معايا. المتغيرات الداخلية، المتغيرات الداخلية. ايه المتغيرات الداخلية؟ في حاجات اتغيرت في الدولة. ايه اللي اتغير في الدولة في الداخل؟ بنقول طبعا واحد، تحول. تحول العلاقة بين مصر وانجلترا الى تحالف. اتنين يا استاذ، ظهور قوة سياسية جديدة لا تؤمن بالفكر الليبرالي مثل الإخوان المسلمين ومصر الفتاة، واتفق مع الملك ضد حزب الوفد. رقم ثلاثة، زيادة نفوذ القصر بتولي الملك الشاب فاروق عرش البلاد. أربعة، تولية علي ماهر رئيس للديوان الملكي. أربعة وخمسة، إقالة الملك وزارة النحاس 1937. طبعا قبل ما نتكلم عن الحاجات دي كلها نشوف معانا تليفون محمد. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. صلاة الله وبركاته. ازيك يا محمد عامل ايه؟ محمود من اسيوط. ازيك يا محمود عامل ايه يا محمود؟ ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. تحت امرك يا محمود، اتفضل. يعني اولا بشكر حضرتك على المجهود دوت يا استاذ. تحت امرك يا حبيبي، احنا كلنا بنخدمكم وتحت امركم. بس كان عندي سؤال يعني. اتفضل. عايز اعمل مذكرة يعني خاصة بيا في التاريخ كده يعني. بقت تنصحني بايه يعني؟ لا بنصحك بكتاب المدرسة. بس يعني كتاب المدرسة يعني ملخبط شوية بيه. لا ده متهيألك بس ان هو ملخبط لان المدرسين هنا مسحوا دماغك بالمذكرات اللي بتعمل فواصل وبتعمل تقسيمات جزئية بسيطة. انت تعرف ان الكتب الخارجية او بعض الملازم تلاقي المعلومة مفكوكة نصين، تيجي تقرا المعلومة اللي هي ممتزجة مع بعضها في انسجام وتديك معنى واحد، لو اتقسمت يا محمود تديك معنيين عكس بعض. انت فاهمني؟ تمام. انت معايا؟ معاك استاذ، معاك. انا عايزك تقرا من كتاب المدرسة، انا معاك، اقرا من كتاب المدرسة. ماشي، وكتاب المدرسة مثلا ممكن نقول عشان موضوع التدريبات فيه قليل شوية. ممكن تلجأ بقى على النت وتجيب البوكليتات اللي الوزارة بتنزلها، أو تجيب لك كتاب خارجي تحل منه الأسئلة الأسئلة الأخيرة، فاهمني؟ أيوه معاك، ماشي. صح. طب أوكي تمام كده. انما انا مش عايزك تختصر يا محمود، لان الاختصار السنه اللي فاتت عمل كارثه مروعه، يعني تحس ان اللي عمل الامتحان السنه اللي فاتت ساب شاف الناس ايه اللي سايباه وجابه في الامتحان. يعني مثلا استاذ اذكر جزئيه مثلا في كتاب المدرسه والخصها هنا عشان تبقى سهل عليا لما اجي اذكرها تاني؟ تلخيص لا برضه، ما ينفعش تلخص. انت ما سمعتش اللي انا قلته كويس يا محمود، انا قلت لك اللي عمل الامتحان السنه اللي فاتت يا محمود تقريبا شاف الكتب الخارجيه او المذكرات دي وشاف هي سايبه ايه وجابه في الامتحان. انت معايا؟ معاك. معاك كتاب المدرسه يا محمود؟
مكتب المدرسه بس القديم حضرتك. قدامك دلوقتي اللي هو 16 17. اوكي وقدامك معاك دلوقتي؟ ايوه معايا. افتح لي الكتاب على الفصل الثالث، هات لي عنوان الفصل الثالث يا محمود. عنوان الفصل الثالث. ماشي اجيبه. ماشي بسرعه يلا، هات لي عنوان الفصل الثالث. ماشي يا حضرتك. يلا بسرعه عنوان جبته؟ لحظات بس. ماشي. مهما كان برضه احنا عندنا في 2017 و2018. اللي معاه 2017 ده فيه تعديلات كتيرة يا ولاد، ما ينفعش. النسخة اللي معايا قديمة حضرتك. لا مش هينفع يا محمود، تبعت بس الأول الصفحة جبتها؟ أيوه صفحة 45 اللي هي الفصل الثالث. حلو أوي، اقرا لي كده المقدمة يا محمود. مصر منذ الثورة العربية حتى الحرب العالمية الأولى 1881-1914. كمل. بعد كده مقسم التخطيط في الكتاب. لا لا انزل للتقصي، هات المقدمة للسطرين اللي تحت خالص. دخلت مصر في مش دي مقدمة يا محمود؟ مش دي مقدمة بخط رفيع كده؟ دخلت مصر في دائرة من الأزمات المالية والسياسية مع القوى الأوروبية. انتهت بعزل إسماعيل واشتعلت الحركة الوطنية المصرية ضد مظاهر التدخل الأجنبي، وانتهى الأمر كما سوف نرى بالاحتلال الإنجليزي لمصر. حلو، سوف نرى، يعني بقول لك هو بيقول لك دي مقدمة للفصل ولا مش مقدمة يا محمود؟ مقدمة. عارف دي السنة اللي فاتت قال لك إيه؟ عندك كده، ما نتائج دخول مصر سلسلة من الأزمات المالية والسياسية في عصر إسماعيل؟ يعني بيجي كمان سؤال في المقدمة. ده سؤال في الامتحان السنة اللي فاتت، إيه الإجابة بقى؟ الحركة الوطنية، عزل إسماعيل، احتلال إنجلترا لمصر، مش هو ده اللي عندك في السطر؟ صح، هي دي المقدمة. هي المقدمة دي في الامتحان يا محمود، تقول لي اختصري بقى. ينفع تختصر حاجة؟ والله يا استاذ انا ما عارف اقول لك على المجيد الرائع اللي بتقدمه لحضرتك. لا يا حبيبي مفيش حاجة تحت أمرك، بس ما تختصرش حاجة وركز معانا. طب دلوقتي انا اذاكر عادي من الكتاب القديم دوت ولا ايه؟ الكتاب القديم ده محمود فيه تعديلات في الفصل الاول والثاني، الثالث ضعيفة جدا التعديلات، الاول والثاني والرابع. ايوه الرابع فيه تعديلات كبيرة خالص. طيب يعني ما ينفعش يا محمود، لازم تجيب كتاب 2018، انت استلمت ده من المدرسة ولا ايه؟ ما انا سمعت برضه ان الاستاذ محمود عطيه كان مع حضرتك. قال كان في النسخ ديت مخزنه عند الوزاره. ماشي، احنا مش قصتنا بقى قصه النسخ، انت توصل لنسخه جديده يا اما تجيب لك بقى كتاب خارجي تقرا منه. ماشي خلاص. ماشي خلاص. ماشي عندك اسئله يا محمود؟ لا شكرا حضرتك. شكرا يا محمود، مع الف سلامه. بشكرك تحت امرك. طيب نشوف يا اولاد مع بعض تاني بقى كده النتائج المترتبه على معادله 36. انا عايزك تقول لي حاجه وانا شغال دلوقتي، لو اي حاجه قلتها ما اثبتتش ان هي متغير قول لي لا دي مش متغير، انت غلطان يا استاذ. انت عملت معاهده مع انجلترا، علاقه النحاس قال عايزين ننظم العلاقه بيننا وبين بعض اثناء الحرب العالميه الثانيه حتى لا يحدث ما حدث في الحرب العالميه الاولى. احنا ساعدنا في الحرب العالميه الاولى وضحكتوا علينا، بعد الحرب ما ادتوناش الاستقلال. تملص ويلسون من مبادئ ال 14 وحق الشعوب في تغيير المصير. انجلترا قالت ما فيش مؤتمر الصلح، رحنا المؤتمر فشلنا. لا 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 احنا هنعمل معاهده. طب هتشتكيها لمين؟ يعني على اعتبار ان انجلترا رفضت ان تديك الاستقلال بعد الحرب، هتشتكيها لمين؟ او على قد تصريفنا بقى وخلاص هنعمل المعاهده. اتعملت المعاهده، اصبحت العلاقه بين مصر وبريطانيا من احتلال الى تحالف. يعني المعاهده قفلت صفحه النضال الوطني. انت بتتكلم جد؟ بص عندك في مراحل المفاوضات بين مصر وبريطانيا من 1920 ل 1900 كان بقى 36. هتلاقي دي المرحلة الأولى من 20 ل 36 ده كفاح وضرب في إنجلترا، أوف من 36 وقفت الحركة الوطنية من 36 لكام؟ ل 1946. مفيش كفاح. ليه مفيش كفاح؟ لأن العلاقة بينك وبين بريطانيا تحولت من الاحتلال إلى تحالف ضد قوى المحور. ده تغير أهو، تغير كبير جدا. ظهرت قوى سياسية جديدة، خلي بالنا معانا كده لو سمحت يا أستاذ نشوف بس الفونت ده. ظهور قوى سياسية جديدة لا تؤمن بالفكر الليبرالي. مين بقى هم؟ الإخوان المسلمين ومصر الفتاة. الإخوان ومصر الإيه؟ الفتاة. واتفقوا مع مين؟ مع الملك. ضد مين؟ الوفد. قال لك دي أحزاب سياسية لا تؤمن بالليبرالية، يعني لا تؤمن بالديمقراطية. إخوان مصر الفتاة. اتفقوا مع الملك عشان يضربوا مين؟ الوفد. ده تغير. يا أستاذ طب ما أنت عندك فيه أحزاب كتيرة. ما أنت عندك فيه 50 حزب أقلية. لا. إلا دول. لان دول كان لهم تنظيمات سياسيه وعسكريه قويه، الجيش بيضربوا بيه، يعني هم اقوى الاحزاب اللي ظهرت اليساريه الموجوده دلوقتي في الفتره دي. فده تغير كبير، ومع الملك وضد الوفد وكان لهم محوريه. زياده نفوذ القصر
يعني زاد الظلم بزيادة سيطرة قصر عابدين لما مات الملك فؤاد وجا الملك مين؟ فاروق. ده تغير، ده الملك نفسه مات وجا ملك غيره، يبقى ده تغير داخلي. وميوله محورية. اتعين علي ماهر رئيس للديوان الملكي، وعلي ماهر ميوله محورية. الأمر الذي أدى إلى زيادة الحكم الملكي وإقالة الملك وزارة النحاس. طيب هنشوف محمد من الشرقية معانا ونرجع لكم للفقرة تاني. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. عامل إيه يا أبو حميد؟ الحمد لله كويس. الحمد لله، اتفضل. أنا أولاً بس بشكر حضرتك على المجهود الكويس ده. تحت أمرك يا أبو حميد. أنا متابعك من أول سنة. تحت أمرك يا ابني. بس أنا الفصل الثاني أنا مش في مراجعة، يعني أتراجع. إحنا هنخلص وهنعمل لكم مراجعات مكثفة وجزئية وكلية، وهنعمل لكم كل اللي أنتوا عايزينه، ما تقلقش. وبعدين فيها محمد الحلقات اللي هي اتذاعت للفصل الثاني كلها متسجله على اليوتيوب، انت هتخش هتلاقي الحلقات بالتسلسل واحد اثنين. انا ما عنديش نت، ولا ما عنديش نت. جهاز كمبيوتر في البيت؟ لا ما عنديش خالص صراحه. عندكش جهاز كمبيوتر في البيت؟ خالص. طب تمام، يعني انت بتشوف ده من التلفزيون بس؟ اه. طيب الوقت الحلقات القديمه دي هي كانت ضروري انك انت تشوفها. ايوه. لان هي نازله على اليوتيوب ومنازله متسلسله برقم كل حلقه ويومه، ومعموله بطريقه جميله السنه دي، يعني السنه دي القناه ما شاء الله يعني يشكروا نزلوها لنا، بحيث ان الطالب اللي غاب حلقه يخش على اليوتيوب وينزل الحلقه. في طلب انت عارف بتعمل ايه يا محمد؟ ايوه. في طلب قالوا لي احنا بنروح اي سايبر كده ولا بتاع مكتب نت ينزلوهم لنا كلهم ويحطوا لنا على سيديها كده ب2 جنيه ونسمعها في البيت. انت حاول توفر اي جهاز كده معلش يا محمد، وشوف الحلقات اللي فاتت دي. ما امكنش يا ابني، احنا لك كل ده ان شاء الله تاني. خلاص؟ خلاص. في عندك اسئله؟ لا ما عنديش اسئله، بس هو انت انا حضرتك يعني الكميه الحلقه واحده او 3 حلقات دول. ممكن يعني نخلص المنهج يعني قريب قبل الامتحانات ونعمل مراجعه ان شاء الله. نخلص على شهر 2 كده باذن الله، او على نص 3 ان شاء الله. ان شاء الله. هو طبعا احنا بنحاول، بس عشان التليفونات اللي بتيجي ان احنا ما نحاولش طبعا نزعل حد زي ما انت اتصلت كده وردينا عليك، فاحنا لو قفلنا التليفونات هنشرح باستمرار، بس احنا برضو بنحب ناخد تليفونات الطلبه ونسمع الايه الاسئله اللي عندهم. ماشي ماشي. كان انطباق اساسا من انطباق على طول اساسا من اول. تحت امرك يا ابو حميد في اي وقت يا حبيبي. اشكرك على المجهود الحقيقي. مفيش مجهود، ده انتوا ولادنا يا ابو حميد. تحت امرك في اي وقت يا حبيبي، ربنا يخليك. توفيق ان شاء الله. شوف مع بعض يا ولاد المتغيرات، الله يخليكم. تركز على السؤال ده. افتح كتاب المدرسه، شوف النتيجة المترتبة على معادلة 36، شوف للمتغيرات. أنا قلت هنا لو قلت أي كلمة ما فيهاش متغير حاسبني. أنت قلت لقد حولت إلى تحالف قوى سياسية جديدة لا تؤمن بالليبرالية، الوفد، الإخوان ومصر الفتاة اتفقوا مع الملك ضد الوفد، الكل ميوله محورية. زيادة نفوذ القصر والحكم الدكتاتوري بتولية الملك الشاب فاروق عرش البلاد. علي ماهر رئيس للديوان الملكي ميوله محورية. نفهم بقى كده مع بعض. انت قلت في اخر الفقرة اقالة الملك وزارة النحاس، نشوفها مع بعض كده. اقالة الملك وزارة النحاس، الملك في الاخر خاصة اقال وزارة النحاس 937، جاءت في امتحان الدور الثاني 2016. ليه الملك اقال النحاس 37؟ ليه الملك كان ضعيف قدام النحاس 36؟ لأن النحاس أجبر إنجلترا على إجراء المعاهدة بعد ثورة الشعب 9 نوفمبر 35. إذا كفة الوفد والنحاس أعلى من كفة الملك. لما جت المعاهدة اتعملت وجا الإخوان المسلمين، مصر الفتاة اتفقوا مع الملك، زودوا قوة الملك، زادت القوة أكتر بموت الملك العجوز فؤاد وجا الملك الشاب فاروق وعلي ماهر السياسي المخضرم ونصيحه، فأدى إلى زيادة قوة القصر. بدأت كفة الملك تزيد على كفة النحاس، فأقال الملك وزارة النحاس 1937. إذن لما أسألك ليه الملك أقال وزارة النحاس 37، هتجيب لي الفقرة اللي من أول ظهور قوى سياسية لا تؤمن بالليبرالية. كلمة محوري وحلفاء، احنا قلنا في الحرب العالمية الأولى وأنا رسمتها هنا والأستاذ محمود رسمها هنا قدامنا، قلنا في الحرب العالمية الأولى في فريقين، دول الوسط ودول الوفاق. دول الفريقين في الحرب العالمية الثانية اسمهم دول المحور ودول الحلفاء. انت عملت معاهدة مع انجلترا يعني مع الحلفاء ضد المحور. المعاهدة ألزمتنا بمساعدة انجلترا. اذا الالتزام اللي عندي الحكومي دلوقتي بين حكومة مصر وبريطانيا مساعدة مصر للانجليز، ولكن
كانت الميول الداخلية للشعب المصري بالكامل وأحزابه وملكه ناحية المحور. فلذلك بقول كل الناس دي كانت ميولها محورية مع النحاس اللي هو الوفد. الله يخليكم، نخلي بالنا من السؤال ده وندخل على السؤال اللي بعده، المتغير الدولي أو بنقول المتغير الخارجي. إيه المتغير الخارجي اللي حصل بقى؟ نشوف مع بعض كده المتغيرات الدولية. إيه المتغيرات الدولية؟ أول حاجة عندي بنقول واحد اندلاع أو قيام. قيام إيه؟ الحرب العالمية الثانية. اتنين ثورة علي ماهر. تلاتة وزارة حسين سري. أربعة حادثة 4 فبراير 1942. خمسة وزارة النحاس. نركز مع بعض كده، هناخدهم واحدة واحدة. لما أقول عندي في متغير دولة حصل، قيام الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية قامت امتى؟ 1939. ده متغير زي الفل اهو، متغير دولي كبير خالص اهو. اثناء وزارة مين؟ علي ماهر. كان مين رئيس الوزراء؟ علي ماهر. طب علي ماهر ميوله ايه؟ محورية، يعني ناحية المانيا وايطاليا على عكس انجلترا. طب لما قامت الحرب العالمية مين اللي طلبت؟ انجلترا. طلبت انجلترا من مين؟ من علي ماهر الاشتراك في الحرب. علي ماهر رفض، طرده الانجليز من الحكم، رموه في الشارع. في اثناء وزارة حسين مين؟ سري. تقدمت قوات المحور واسقطت بنغازي وطرابلس في ليبيا تمهيدا لدخول مصر، وحرق القصر اي الملك، مظاهرات تهتف للامام يا روميل، يعني بيرحب بدول المحور في دخولها مصر. حينئذ انزعجت انجلترا وطلبت من الملك عزل سري وتعيين وزارة وفدية برئاسة النحاس. الكلام ده كان امتى؟ 2 فبراير. رفض الملك والزعماء الانذار، فقامت انجلترا بحصار قصر عابدين في الحادثة الشهيرة 4 فبراير 1942، وقبل الملك الانذار الانجليزي في اللحظة الاخيرة وألف وزارة برئاسة النحاس، وقبل السفير الإنجليزي. ركز بقى كده، قبل الكلام ده مين بقى؟ السفير الإنجليزي، وتراجع عن قرار العزل. يعني ايه قبل السفير؟ السفير الإنجليزي قبل وزارة النحاس على اعتقاد انها وزارة الأغلبية، وتراجع عن قرار العزل، عزل مين؟ الملك. طب نخلينا مع بعض بقى كده لحظة واحدة. احنا قلنا دلوقتي عندي متغير دولي، الحرب العالمية قامت دولي. اتنين، لما الحرب قامت مين كان رئيس الوزراء في مصر؟ احنا كان عندنا عندي قلنا اقالة النحاس 37 وعودة حكم حكومات الاقلية من 1937 ل 1942. من 1937 ل 1942 عودة حكم حكومات الأقلية التي تستمد الثقة من الملك ولا تأتي بناء على انتخابات. ده انتهاك واضح لدستور مصر في الفترة دي. طيب كان الأربع حكومات اللي جوهم هم مش عندكم، هتلاقيهم فهمش الكتاب من تحت، هتلاقي عندك محمد محمود، علي ماهر، حسن صبري، حسين سري. أربع وزارات احنا مش مكتوبين عندنا في الشرح، بس اللي في الشرح فيهم اتنين. ازاي؟ لما الحرب العالمية قامت انجلترا طلبت من رئيس الوزراء، الكلام ده طبعا كان 1939، كان رئيس الوزراء علي ماهر بقى، طلبت من انجلترا من علي ماهر دخول مصر الحرب بجانب انجلترا. رفض علي ماهر، فقام الانجليز بطرده من الحكم، رموه في الشارع. لم تتدخل ايه؟ لم يتدخل الملك، لان الملك طبعا حكم ديكتاتوري. طب لما جه بقى مشي علي ماهر، حسن صبري ما اتكلمناش عنه، فعاد حكومة حسين سري. قوات المحور طبعا انت عارف ان المحور متقدمة طوال الحرب العالمية الثانية حتى 44 لحد ما اتهزمت المانيا وانتحر هتلر. المانيا داخلة مصر، اسقطت بنغازي وطرابلس في ليبيا، قائد منتو جمري ورومل، ثعلب الصحراء، داخلين على مصر ودخلوا العالمين هنا. فحرك القصر، الملك مبسوط، طلع رات في الشوارع تهتف الى الامام يا رومل، يعني بيرحب بالمانيا على اعتقاد. وفهم الملك اتضايق
ان المانيا لو دخلت هتطرد انجلترا. طب ما هتقعد هي، هو ده على اعتقاء. احنا كارهين انجلترا، احنا بنساعد انجلترا، بتقول يا رب تخسر للعذاب اللي شفناه معاها. لما حرك القصر مظاهرات تهرب انجلترا فاهمه، قالت الملك ده غلط، 2 فبراير 42 عزل سري وتاليف وزاره من وزارات الاغلبيه او وزاره الوفد. رفض الملك الانذار فحاصر الانجليز قصر عابدين بالدبابات، وارغام الملك على تاليف وزاره وفديه برئاسه النحاس، وارغم الملك على تاليف الوزاره، وقبل الانذار الانجليزي في اللحظه الاخيره. هو الملك يعني السفير بيقفل الباب، راح ماسكه قال له تعالى هنجيب لك وزاره النحاس، فقبل السفير لان وزاره النحاس هي وزاره الاغلبيه والتي تدعم قضيه الحلفاء وهي الديمقراطيه. وتراجع السفير الانجليزي عن قرار عزل الملك. طيب هنقعد فون ونشوف ازاي الوزاره اللي جت على حساب كرام في ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام، ده حضرتك يا مستر. ازيك يا ساره، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اتفضلي يا حضرتك يا مستر. بتقول اللي كتاب المدرسه مهم وكده. ففي المدرسه عندنا احنا محافظه اسيوط مدينا كتاب طبعة قديمه. طيب وفي محافظه سوهاج جنبنا طبعة جديده، يعني احنا مش عارفين نعمل ايه. يعني قلنا للمسؤول في المدرسه قال لنا عادي في تصريح جاي ان هو مفيش تغيير يعني كده. لا لا، بص يا ساره، هو الاستاذ محمود بقى احنا بنبارك له بالمناسبه ان الاستاذ محمود بقى الف مبروك ليه، بقى مستشار الدراسات الاجتماعيه او مستشار الوزير للدراسات الاجتماعيه والتاريخ. وان شاء الله الاستاذ محمود هيكون معانا الحلقه اللي جايه دي، يعني اكيد هيتصرف وهيوصل لكم الحاجه دي لحد عندكم. لان بصي، هو في كتب اتصرفت 2017 بس في نشر التعديل وصلت المدارس. المشكله يا بنت ان كنتوا ما بتروحوش المدرسه. لا بنروح والله، قعدنا كتير بنروح والله. طب تمام، اقول لك حاجه، لو بتروح المدرسه اسالي التعديل ما لقيتكيش نشره التعديل، ادخلي عندك نت واكتبي نشره واكتبي نشره التعديل لمنهج التاريخ لثالثه للصف الثالث الثانوي 2018. ايوه وطي التلفزيون شويه يا ساره. ماشي حاضر. ماشي. هتلاقي بقى التعديل نزل حوالي صفحتين، حاجات بسيطه بس هي مهمه عشان ما تلخبطكيش. انت معايا كده؟ معاك. فما فيش مشكله، ما تقلقيش يعني ان شاء الله. ماشي. حاجه ثانيه؟ لا شكرا جدا. ما عندكش اي اسئله؟ لا شكرا. تحت امرك يا ساره في اي وقت. ماشي ماشي يا بنت، اتفضلي، مع الف سلامه. طيب احنا قلنا دلوقتي عندي الملك طبعا عين النحاس وتراجع السفير. انت ما قلتش انا المعتمد البريطاني بقى. ليه قلت السفير الانجليزي او السفير البريطاني؟ لان خلاص مصر خدت الاستقلال 1922، البقاء هنا تحفظات، فتغير ايه لقب المندوب السامي بقى اسمه السفير البريطاني. طيب ركز معايا كويس، انت قلت الوقت انجلترا عينت النحاس على حساب كرامه الملك وكرامه الجيش، وكان في سؤال في اول الحلقه اللي فاتت اللي هو ايه؟ حادثة 4 فبراير من عوامل قيام الثورة أو العلاقة بين 4 فبراير وقيام الثورة. اسمع كده. عندما إيه؟ اقتربت الحرب من النهاية. عندما اقتربت الحرب من النهاية 1944 ولم تكن إنجلترا في حاجة لمساعدة الوفد، طلبت من الملك ايه بقى؟ ركز معايا كده. طلبت انجلترا من الملك اول حاجة اقالة مين؟ وزارة النحاس. 2 عودة حكومات الاقلية. الامر اللي ادى لانشغال الشعب للمطالبه بالدستور. ركز كده وشوف الذكاء الانجليزي. الحرب ايه اللي حصل فيها؟ اقتربت الحرب من النهايه. خلاص انت عندك الانذار الانجليزي كان 942، النحاس مسك الوزاره فبراير يعني اول السنه 42. حصل ايه بقى؟ فضل النحاس سعد 42 43 44 هنا في اكتوبر. حصل ايه بقى؟ سمحت انجلترا للملك، قالت له شيل النحاس. انت زعلان؟ قال لهم انا زعلان، انتوا بهدلتوني عشان تجيبوا النحاس، خلاص شيل النحاس. بس في شرط، عوده حكومات الاقليه، تجيب حكومات الاقليه. طب انجلترا قالت النحاس ليه؟
حتى لا يطالب بثمن المساعده في الحرب وهو الاستقلال. النحاس هيصدعهم بقى، انا ساعدتكم في الحرب وفي معاهده بيننا دون الاستقلال. فانجلترا لما تشيل النحاس ضربت اول عصفور، شالت النحاس مش هيطالب بالاستقلال. العصفور ادت حكومات الاقليه، هجيب حكومات الاقليه. طب حكومات الاقليه طبعا دي على طول بتعطل ايه؟ دستور 23. طب اتعطل دستور 23، الشعب يجري ويصرخ في الشارع عوده الدستور. طب النحاس هيمشي، حكومات الاقليه ترجع تعطل الدستور، الشعب هينشغل المطالبه بالدستور بدل المطالبه بالاستقلال. شايف الذكاء؟ شايف السياسه؟ سياسه اخطا ولا كان محق؟ تاني الله يخليكم في الفقره دي، قلنا لما اقتربت الحرب العالميه من النهايه 1944 لم تكن انجلترا في حاجه للمساعده، مش عايزه بقى مساعده من الوفد، طلبت من الملك اقاله النحاس، شيله ليه؟ حتى لا يطالب بثمن المساعده في الحرب وهي الاستقلال، بشرط عوده حكومات الاقليه، رجع الظلم، الاقليه اللي هتعطل الدستور، نتيجه لما حدث انشغال الشعب للمطالبه بالدستور بدل الاستقلال. ده طبعا بالنسبه للوضع السياسي اللي حصل في 4 فبراير. طيب السنه اللي فاتت في الامتحان جاني سؤال بيقول لي ما العلاقه بين الحرب العالميه الثانيه واحوال مصر السياسيه؟ الحرب العالميه الثانيه؟ لا، الحرب العالميه الثانيه وسياسه مصر الخارجيه. انا متذكر السؤال كويس. السؤال كان بيقول لي السنه اللي فاتت ما العلاقه بين الحرب العالمية الثانية وسياسة مصر الخارجية؟ ايه اجابة السؤال ده بقى؟ الحرب العالمية الثانية وسياسة مصر الخارجية، هنتكلم على قيام الحرب العالمية وطرد وزارة علي ماهر. طب اتنين يا استاذ، هنتكلم على حادثة 4 فبراير 42. ده كان من الأسئلة اللي عاملة مشكلة كبيرة جدا في الامتحان السنة اللي فاتت. مشكلة كبيرة ليه؟ أنت قلت ما العلاقة بين الحرب العالمية الثانية وسياسة مصر الخارجية. يا أستاذ ده عزلوا علي ماهر، طب ما هو عزل علي ماهر ده سياسة خارجية. إزاي ده علي ماهر رئيس وزراء داخلي؟ ما هو علي ماهر ما اتشالش لوحده، اللي شالت علي ماهر مين؟ إنجلترا طردته من الحكم، فدخل ضمن المرتبط بالسياسة الخارجية. مش احنا قلنا الفقرة دي المتغيرات الايه الخارجية او الدولية؟ حرب قامت، تعالى معانا في الحرب، لا بره، تبقى ده سياسة خارجية لانه تم بايد انجلترا نظرا لارتباطها بمؤثر سياسي خارجي والحرب. حصل 4 فبراير ازاي؟ ده 4 فبراير هنا في البلد داخل مصر، ازاي سياسة خارجية مرتبطة بمؤثر خارجي دولي وقيام الحرب العالمية ورغبة انجلترا في تعيين رئيس وزراء يقدم المساعدة ويلتزم بالمعاهدة؟ كان صعب، كان صعب، وجه السنة اللي فاتت وكان في مشكلة كبيرة في الامتحان. طب السؤال ده كان جاي السنة اللي قبل اللي فاتت 2016، ماذا يحدث إذا رفض الملك الإنذار الإنجليزي 1942؟ لو الملك رفض الإنذار الإنجليزي إيه اللي كان هيحصل؟ السؤال ده مهم أوي أوي. لو الملك رفض الانذار الانجليزي 1942 ايه اللي كان هيحصل؟ ماذا يحدث؟ طبعا كلكم متعودين ان بتتجاوب ازاي؟ عكس النتيجة. طب هنا ما ينفعش اعكس النتيجة. لما انجلترا حصرت قصر عابدين وقالت الملك هات وزارة وفدية، لو رفض واحد عزل الملك دي سهلة. اتنين، النتيجة انا عايز مصر تخش الحرب. ما هي مصر هتدخل الحرب ازاي؟ يا الملك يدخلها بارادته يا انجلترا تدخل مصر غصب عنها. بس عشان انجلترا تدخل مصر غصب عنها لازم يكون لانجلترا السياده على مصر، وانجلترا الغت السياده على مصر 1922 في تصريح فبراير. تبقى في الحاله دي تقول ايه؟ عزل الملك. اتنين، الغاء معاهده 36 والغاء 28 فبراير 1922 واعلان الحمايه البريطانيه على مصر مره اخرى واستبداد انجلترا وادخال مصر الحرب. نفس اللي حصل في الحرب العالميه الاولى. لما قلنا لغت السيادة العثمانية اعلنت الحماية البريطانية استبدت انجلترا ودخلت مصر الحرب. لازم يكون لانجلترا كلمة على مصر. كلمة انجلترا وقعت في تصريح فبراير، تبقى لازم انجلترا تلغي التصريح وتلغي المعاهدة.
وتعلن الحماية وتدخل مصر الحرب. السؤال ده برضو كان من الأسئلة الشائكة اللي هو في 2016 دور أول. معانا محمد، السلام عليكم محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، عامل يا محمد؟ الحمد لله تمام. اتفضل يا محمد. أحمد من المنيا. ازيك يا أبو حميد، عامل إيه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. عامل ايه يا استاذ احمد؟ الله يخليك يا ابو حميد، تمام الحمد لله حبيبي، كل سنه والله. بشكرك على مجهودك اللي بتعمله معانا ده انت والاستاذ محمود. يا عم الله يخليك، انا تحت امرك. حضرتك كنت نزلت اللي من على اليوتيوب الحلقات كلها بتاعه السنه اللي فاتت يعني. انا هو يعني العادي تمام دي ولا فيها حاجه اتحذفت ولا ايه؟ لا لا لا، حلقات السنه اللي فاتت ليه؟ طب مش انت عندك يوتيوب؟ انت مش عندك نت في البيت؟ عندي. طب ما تنزل الجديده. طب ماشي، بس اصلي دلوقتي مش يعتبر ايوه اقصد متاخرين في المنهج شويه. لا احنا مش متاخرين، الحاجات ماشيه زي الوزاره بالظبط تمام. بس اللي انا عايز اقوله، انت نزلت الحلقات الجديده اللي سابق انا يعني؟ لا انا نزلت بس بتاع 2017. ايوه فهمت، انت نزلت حلقات الفصل الخامس والسادس وكده؟ نزلت كله. والقديمه والفصل الاول والثاني والثالث الجديد؟ لا الاول والثاني والثالث والرابع فيهم تغييرات يا احمد. الاول والثاني والثالث والرابع فيهم تغييرات؟ ما ينفعش تنزل القديمه. ماشي ماشي. ودي نزلت ودي كملت عندك دلوقتي، خلاص نزل الجديده. ماشي. نزلت دلوقتي ايه. عندك الخامس والسادس والسابع والثامن مفيش فيهم تغييرات، تقدر تنزل القديمه. خلاص ماشي شكرا. وحضرتك شفت استاذ كان اسمه الاستاذ عبد المنعم، هو بيجيش مع حضرتكم دلوقتي؟ لا خلاص. ماشي ماشي يا فندم. ماشي ماشي، شكرا استاذ احمد. العفو يا باشا، العفو. ماشي، مع الف سلامة. طبعا شفنا مع بعض دلوقتي عندنا ايه، حادثة 4 فبراير، حادثة مهمة جدا وبتيجي بأشكال كتيرة جدا. يعني ماذا يحدث إذا رفض الملك؟ ده كان سؤال من الأسئلة المهمة جدا، وخلي بالنا منه الله يخليكم. أوضاع أو سياسة مصر الخارجية، إيه اللي أثر في العلاقة بين الحرب العالمية وسياسة مصر الخارجية؟ طبعا هي الحادثة نفسها مع طرد عليمان، فنخلي بالنا من الحاجات دي. طيب هنتكلم النهارده بقى عن نقطه جديده. انت قلت اقاله الملك الايه، النحاس 1944. طب لما اجي نحط هنا عنوان ونقول تدهور، تدهور ايه؟ الاوضاع السياسيه بعد اقاله الوفد 1944. تدهور الوضع السياسي بعد إقالة الوفد، بعد إقالة الوفد 1944. الوضع السياسي حصل فيه تدهور جدا، إزاي يا أستاذ؟ إحنا بنقول واحد استبد الملك بالحكم. اتنين تألفت حكومات، حكومات إيه يا أستاذ؟ أقلية. تلاتة عهود اضطراب وعدم استقرار. أربعة قوية حركة الإخوان المسلمين. بصوا معايا كده لحظة واحدة. لما أقول أنت عندك تدهور الوضع السياسي بعد إقالة الوفد، الوفد مشي 44 هيرجع 50، يعني مش 44 فقط، يعني حوالي 5 سنين. لما أقول استبد الملك بالحكم، الملك ظلم مستعينا بإيه؟ بأحزاب الأقلية. جاب احزاب اقليه لا تحظى بثقه مين؟ الشعب، احزاب كل الناس بتكرهها. طيب تالفت حكومات اقليه لا تحظى بثقه الشعب. تالفت حكومات ايه؟ اقليه. عندي كان حوالي فيه 6 حكومات. 6 حكومات في الفتره دي تالفوا لا يحظوا بثقه الشعب. بداوا من وزاره اسمها وزاره علي ماهر، وزاره علي ماهر، وزاره اسف احمد ماهر، وبعدين وزارة النقراش اسماعيل صدق النقراش الثانية، ابراهيم عبد الهادي، حسين سري. اكتر من 6 حكومات في حوالي 4 لـ5 سنوات. لما اقول عهود هذه الحكومات اضطراب وعدم استقرار، واتقتل 2 من رؤساء الوزراء، احمد باشا ماهر ومحمود باشا النقراشي. لما اقول 4 سنين اتقتل 2 رؤساء وزراء، الموضوع كان كبير. قايت حركة الاخوان المسلمين وبقى لهم تنظيم سري وفرق من الجوالة، وعملوا تفجيرات واسعة النطاق سواء في القاهرة او اسكندرية، مع اغتيال
النقراشي بعد حل الجماعه. نخلي بالنا بقى كده، لما ولا عندي تدهور الوضع السياسي بعد اقاله الوفد، استبد الملك بالحكم، ملك ظلم، جاب احزاب اقليه، تالفت حكومات اقليه سته زي ايه وحشين جدا، عهود الحكومات السته دي اضطرابات وعدم استقرار، اتقتل كام؟ ان احمد ماهر والنقراشي اتنين رؤساء وزارات اتقتلوا في اربع سنين من سته، ما هو ده عدم الاستقرار. قويت حركه الاخوان المسلمين وبقى لهم تنظيم سري وفرق جواله من الميليشيات اللي شبه عسكريه، عملوا تفجيرات واسعه النطاق في القاهره. اغتال الاخوان المسلمين النقراشي بعد قراره حل جماعه الاخوان. ناخد تليفون معانا احمد ونرجع تاني ونشوف الوضع السياسي. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. ازي حضرتك يا مستر؟ الله يخليك، ازيك يا احمد؟ لو سمحت انا مطالب بحفظ الشهور في كل تاريخ. حفظ الشهور؟ في كل تاريخ. فين حفظ الشهور؟ زي ايه؟ في كل تاريخ ما القى فيه شهر، يعني احفظ كل الشهور ولا المهمة بس. يا الشهور اللي عندك مش كتيرة، يعني مثلا عندك انت شهر يونيو اللي هو بتاع المنشور ده. لا اصلي كل حدث فيه تاريخ، بيكون يعني كذا حدث في التاريخ نفسه. لا بالعكس، انت ما عندكش فيه تواريخ كتيرة غير التواريخ في الحملة الفرنسية بتاعت الشهور، لان السنة واحدة حصل فيها اكتر من حدث. انت معايا؟ والثورة العربية برضو فيها تواريخ. لا دي مش تواريخ، دي اسماء. لا شهور ارض قصدي. دي مش شهور، دي اسماء. تمام. طب تاني كده معايا عهد افهمني. بص يا عهد، في تاريخ اسم وتاريخ حدث، فاهم؟ بص معايا كده، انت شايفني؟ بص يا حبيبي، في عندي تاريخ اسم. وفي عندي تاريخ حدث. ايه تاريخ الاسم؟ بص معايا كده، بص معايا. تمام. لما اجي اقول ثورة 19، ها 19 اسم ولا تاريخ؟ اسم. شيل 19 بقت ثورة. فهمت حاجة؟ تمام. فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمت. انت شلت 19، فهمت حاجة؟ وبعدين بقى معاك يا عهد، انا بقول ثورة 19. 19 ده اسم، تمام؟ ماشي تمام. انا دلوقتي خبيت 19، قريت انت كلمة ثورة، فهمت حاجة؟ لا. لازم اقول ثورة كام؟ 19. تبقى 19 اسم ولا حدث؟ اسم. حلو قوي، الله يفتح عليك، ركز بقى كده معايا. في تاريخ ايه بقى؟ حدث. تاريخ ايه؟ حدث. حدث ازاي؟ خليك معايا برضو، شوفني من التلفزيون. لما هو المثل عندي هنا تولية محمد علي حكم مصر 1805. 1800 وكام؟ و5. شيل 5 هنا. لا، تولية محمد علي حكم مصر امتى؟ انا ما عرفتش. تبقى ده حدث. تبقى هنا في تواريخ اسماء وتواريخ احداث. طيب اللي فوق دي انت بتحفظها كاسم، يعني انت بتقول ايه الثورة العربية فيها شهور، فبراير، سبتمبر، مايو. لا دي اسماء. يقول لك حركة الجيش والشعب فبراير 81، اللي هي مظاهرة عابدين الأولى، حركة الجيش والشعب فبراير، سبتمبر، مطالب مايو، دي اسماء. ثورة 19، ثورة نوفمبر 35، ثورة 23 يوليو، فرمان 41، فرمان 66، 67، 72، 73، 79. دي اسماء، دي مش تواريخ، دي اسماء. معاهدة لندن اسم وحدث في نفسه. 1840 لندن، انا عرفت لندن. 840 تاريخها وحدثها، اسم حاجتين مع بعض. لو مش عارف 40 تعرف لندن. قال لي معاهدة 40 على طول تعرف انها برضو لندن. قال لندن بس تعرف انها 40 كده. فالتواريخ عندي مهمة. وفي حاجة انا لسه قايل من شوية، لما جينا اتكلمنا عن وزارة مين؟ عن وزارة اسماعيل صدقي او وزارة محمد محمود للقبض الحديدية، قلنا ايه عهد؟ قلنا مش شرط ان انا اجي اقول لك ان تدهورت الاوضاع السياسية في عهد اسماعيل صدقي او وزارة محمد محمود وزارة القبض الحديدية، انا ممكن اجيب لك التاريخ. اقول لك فسر تدهور الاوضاع السياسية في مصر من 30 ل 33، تبقى انا عايز اسماعيل صدقي. اذا التواريخ مهمة، تحفظ التواريخ كويس. ولسه بنتكلم في الفترة دي اهي، نفس الفقرة والعنوان اللي كنا بنتكلم فيه. بص معايا عهد كويس، لو مش شايفنا او سمعنا. تدهور الاوضاع السياسية في مصر بعد اقالة الوفد 1900 كام؟
44. طب من غير التاريخ ما اعرفش احدد الايه المده؟ ليه ما اعرفش احدد؟ لان الوفد مشي 7 مرات. الوفد مشي عندي 7 مرات، الوفد مشي 7. طب لما اقول لك تدهور الاوضاع السياسيه بعد اقاله الوفد واسكت، اي مره في ال7 تبقى لازم اكون عارف التاريخ عشان احدد الزمن اللي انا هتكلم ايه فيه. ماشي. طيب سلام عليكم يا اميره. عليكم السلام، ازي حضرتك يا مستر؟ ازيك يا اميره، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. بنت اتفضلي. اولا كنت بشكر حضرتك على المجهود العظيم ده. لا فيش شكر على واجب يا بنتي، احنا تحت امركم. مستر معلش، انا كنت عايز اطلب من حضرتك طلب. واموري. كنت عايزه رقم حضرتك في الكنترول، هيعملوا لك اللي انت عايزاه. في اي اسئله عندك يا اميره؟ لا يا مستر، ربنا يخلي حضرتك. من تحت امرك يا حبيبتي، مع الف سلام. طيب شفنا مع بعض يا اولاد عندي هنا اوضاع مصر السياسيه بعد اقاله الوفد. تاني هقولهم بسرعه: استبد الملك بالحكم مستعينا باحزاب الاقليه، تالفت حكومات لم تكن تحظى بثقه الايه؟ الشعب. عهود الحكومات عدم استقرار وفوضى ومقتل 2 من رؤساء الوزراء، ماهر والنقراشي. قويت حركه الاخوان المسلمين واصبح لهم تنظيم سر وفرق من الجواله، وقاموا بتفجيرات في القاهره، وقاموا باغتيال النقراشي عندما قام بحل الجماعه. طبعا لما الايه الاخوان زاد خطرهم في الفتره دي وحصلت لهم مشاكل كبيره زي الحريقات اللي حصلت في الفتره دي واشعال النيران في القاهره خاصه في مباني اليهود المصريين، قام النقراشي بحل الجماعه واصبحت جماعه محظوره، فقام الاخوان باغتيال النقراشي. تبقى لو قلت لك هنا فسر اغتيال الاخوان المسلمين النقراشي هتقول ايه بقى؟ تقول لان قوي، مش هتقول حلهم بس، ما انا ممكن اضربك وانت ضعيف ما تردش عليا، انما لما اضربك وانت قوي هترد عليا. طب النقراشي لما حل الجماعه هتقولوا ليه؟ لان حركه الاخوان قويت ولهم تنظيمات سريه وفرق من الجواله، عملوا تفجيرات في القاهره، قام النقراشي بحل الجماعه، فقامت الجماعه باغتيال مين؟ النقراشي. طيب نركز مع بعض كده في الفقره دي ونشوف مفاوضات حكومات الأقلية. مفاوضات حكومات الأقلية في الفترة من كام بقى؟ احنا كنا لسه بنتكلم في الفترة من 1944 بعد إقالة الوفد لحد أول 50 يناير 50. ايه اللي حصل في المفاوضات دي؟ لما انا عندي مفاوضات حكومات الاقليه من 44 ل 50، ايه اللي حصل فيها؟ بنقول اول حاجه: 1، فشل في ايه؟ في تعديل معاهده 36. 2، ظلت قضيه مصر معلقة في مجلس الأمن 47. 3، هزيمة الجيوش العربية في حرب فلسطين 1948. تاني معايا كده؟ لما أقول عندي مفاوضات حكومات الأقلية الفترة اللي فاتت أنا قلت فيه تدهور في الوضع السياسي، لما قلت عندي هنا فشل حكومات الأقلية في تعديل 36 وتحقيق أي من الاستقلال لمصر أو وحدة وادي النيل، فشلوا. النقراشي عرض قضية مصر على مجلس الأمن وظلت القضية معلقة، ما حدش عمل لنا فيها حاجة. دخلت الجيوش العربية حرب فلسطين لإزالة دولة إسرائيل، دخلنا سنة كام؟ 48. لم يكن الاستعداد كافي، عدم التعاون من الدول العربية، هزيمة الدول العربية في هذه الفترة في حرب 48. فأقدر أقول أن عهود هذه الحكومات عهود مفاوضات فاشلة وحروب خاسرة. ركز معايا تاني كده. تاني انت قلت مفاوضات الأقلية من 44، ايه الأقلية اللي هي حكومات الأقلية اللي جت بعد إقالة الملك النحاس 44 ل50؟ فشلت في تعديل المعاهدة وتحقيق الاستقلال لمصر أو وادي النيل، يعني مصر والسودان. عرضوا قضية مصر على مجلس الأمن ظلت معلقة على يد النقراشي. هزيمة الجيوش العربية في حرب فلسطين 48، أقدر أقول أن عهود هذه الحكومات
عهود مفاوضات فاشله وحروب خاسره. السؤال اللي جه في الامتحان السنه اللي فاتت بقى اللي هو قال ايه؟ ما نتائج الوضع السياسي المتدهور؟ يعني نقول كده مع بعض نتائج، مش هنحط بقى احنا سؤال، هنحطها كده على طول، نتائج الوضع السياسي بعد فشل حكومات الأقلية. نتائج الوضع السياسي بعد فشل حكومات الأقلية، بنقول نتيجة الوضع السياسي ايه؟ الوضع السياسي المتدهور. ده جه في السنة اللي فاتت في الامتحان الدور الثاني. ما نتائج الوضع السياسي المتدهور بعد فشل حكومات الأقلية؟ 1950، النحاس بره طبعا، احنا عندنا ست حكومات قلنا أقلية في الفترة دي. النتيجة ايه؟ ركز معايا كده، إجبار الملك على عودة الحياة النيابية، نجاح الوفد وشكل النحاس الوزارة، إطلاق النحاس الحريات، فشل في تعديل معاهدة 36 وإلغائها وإطلاق الحرية للنضال ضد الإنجليز في القناة. واحدة واحدة كده، لما قلنا نتيجة الوضع السياسي المتدهور بعد فشل الأقلية، الشعب صرخ وجري في الشارع، لا مفاوضات نجحنا ولا حروب كسبنا. النتيجة إجبار الملك، أجبر الملك على إجراء انتخابات. الملك رجع الحياة النيابية، يعني عمل انتخابات. لما عمل انتخابات نجح الوفد، ألف النحاس الوزارة، أطلق الحريات التي كانت محبوسة في ظل حكومات الأقلية. طب وبعديها لما أطلق الحريات دخل النحاس في مفاوضات مع إنجلترا لتعديل معاهدة كام؟ 36. فشل النحاس في تعديل 36. النحاس فضل يفاوض فترة كبيرة جدا مع إنجلترا. دخل النحاس في مفاوضات مع إنجلترا من 1950 في مارس إلى أغسطس 1951، أكتر من سنة ونص بيفاوض. وفشلت إنجلترا في تعديل المعاهدة وإعطاء مصر الاستقلال، فقام النحاس بإلغاء المعاهدة في أكتوبر 1951 وإطلاق الحرية للنضال المسلح ضد الإنجليز في القناة. طبعا النحاس بعد كل ده راح لاغي المعاهدة وأطلق الحرية للنضال المسلح. طب هل النحاس كان محق في عقد المعاهدة؟ يعني النحاس لما عمل المعاهدة سنة 36 وأرغم إنجلترا على قبول المعاهدة من خلال ثورة الشعب في نوفمبر 35، النحاس كل اللي عمله إن هو أفحركة المفاوضات بين مصر وبريطانيا من 36 ل 46. وأول ما جت إنجلترا تخرج من الحرب منتصرة أقالت النحاس. الوزارات الست اللي جت في الأقلية هم طلبوا إنجلترا بتعديل المعاهدة، ولكن أهملت إنجلترا مطالب حكومات لتحظى بثقة الشعب. أقدر أقول إن النحاس ورطنا. وبعد كده جه النحاس في الآخر قال لقد عقدت معاهدة 36 من أجلكم والآن ألغيها من أجلكم. وإطلاق الحرية للنضال المسلح ضد الإنجليز في القناة. أنا أقدر أضرب إنجلترا في القناة دلوقتي بعد ما خرجت من الحرب قوية واستعادت عافيتها بعد 5 6 سنين؟ أهو ده اللي حصل. وبناء عليه بدأت حركة الفدائيين في قناة السويس. طيب نقول مع بعض كده محاصرة محافظة الإسماعيلية. تم محاصرة محافظة الإسماعيلية 25 يناير 1952. طيب طبعا لما تم محاصرة مبنى محافظة الإسماعيلية ازاي؟ طبعا نظرا لحركة الفدائيين، احنا عندنا حركة الفدائيين زائد جنود بلوكات النظام، طلب الانجليز نزع السلاح. موقف فؤاد سراج الدين وزير الداخلية.
طبعا في الفترة دي لما حركة الفدائيين عندي في منطقة القناة قال لك أطلق أو نتيجة لإلغاء المعاهدة من طرف واحد، قامت إيه حركة الفدائيين بناء على طلب النحاس بمهاجمة إيه الإنجليز في منطقة القناة. الفدائيين أنا وإنت المدنيين، مع عملت الحكومة على زيادة حركة الفدائيين من خلال انضمام جنود بلوكات النظام عساكر الأمن المركزي. طب وبعدها يا أستاذ علمت إنجلترا بذلك عندما قام بمهاجمة إيه معسكرات الإنجليز، حصرت إنجلترا محافظة الإسماعيلية وطلبت نزع سلاح بلوكات النظام، هادوا السلاح اللي معاكم. اتصلوا بفؤاد سراج الدين في القاهرة هنا، الكلام ده 25 يناير 52، انجلترا حصرت المحافظة بتطلب نزع سلاح بلوكات النظام، امرهم فؤاد سراج الدين بعدم الاستسلام. قامت انجلترا بضرب المحافظة ثم بعد ذلك ضرب المحافظة وبعد ذلك ادى الى اشتعال الحركة في مصر وتحرك بلوكات النظام في القاهرة وقيام حريق القاهرة. معنا تليفون، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. استاذ لو سمحت عندي استفسار، انا متابعك حد معاك حضرتك، انك كنت مصطفى النحاس لقى معاهدة 1936. يعني كدي انه فرضت بريطانيا فرضت الحماية رجعت؟ مش فرضت الحماية، هو انت دلوقتي خرجت من نطاق الحمايه بتصريح فبراير، بس في تحفظات 4 تمام؟ احنا دلوقتي كان عندنا فرصه في اثناء الحرب العالميه الكام؟ الثانيه، صح؟ انجلترا في بدايه الحرب العالميه الثانيه كانت مهزومه ولا منتصره؟ منتصره. لا في بدايه الحرب مهزومه. معايا؟ ما انت عندك مش قالك تقدمت القوات الالمانيه وايطاليه بتاع المحور واسقطت بنغازي وطرابلس تمهيدا لدخول مصر؟ يعني كنا احنا ممكن باقل مجهود اثناء الحرب نطرد انجلترا، تمام؟ تمام. انما احنا تعاوننا مع انجلترا في الحرب وملتزمين بمعاهده 36 على امل ان احنا بعد الحرب هناخد الاستقلال النهائي بقى والجلاء وتنفيذ الايه؟ الغاء التحفظات الاربعه، صح؟ صح. طب انجلترا بعد بعد الحرب او قبل الحرب ما تخلص اصلا سمحت الملك باقاله مين؟ النحاس. عشان ما يطالبش بثمن المساعده في الحرب والاستقلال، والشعب ينشغل بالمطالبه بالدستور والبلد ايه تولع من الداخل بقى، تمام كده؟ تمام. لما جه النحاس مسك الوزاره تاني بناء على اجبار الشعب الملك سنه 50، انجلترا وافقت على اعطاء مصر الجلاء ولا رفضت؟ رفضت. حلو، يعني ما التزمتش بالمعاهده. لا. هتشتكيها لمين يا انسه؟ قولي لي هتشتكيها لمين؟ اديني اشتكاها لمين؟ مفيش حد. النحاس يعمل ايه؟ راح لغي المعاهده. طب كلمني الاول بتعملها معايا كده؟ معاك. طب الغاء المعاهده في صالحنا ولا ضدنا؟ ضدنا. لا في صالحنا يا استاذ، انه المعاهده دي بتنص انه استغلال التام لمصر معاهده التحفظات الاربعه. افهميني بس، الغاء المعاهده في صالحنا ليه؟ المعاهده احنا ما عندناش نص كبير قوي للمعاهده، بس المعاهده كانت التزام ابدي بينه وبين انجلترا، تمام؟ معايا يا بنتي؟ وبقينا حلفاء ولا اعداء؟ حلفاء. فما ينفعش اضرب انجلترا طول ما انا حالفها. طب لما الغي المعاهده ارجع العلاقه تاني الاحتلال واضرب في انجلترا زي ما حصل في منطقه القناه، فهمتي؟ تمام يا حبيبتي. شكرا لحضرتك. العفو، تحت امرك يا حبيبتي، تحت امرك. طبعا بعد كده لما قلنا اتحصرت المحافظه واتضربت ايه اللي حصل؟ بنقول تم حريق القاهره في 26 يناير يوم السبت الاسود، وحكم الملك البلاد حكما ديكتاتوريا في ظل الاحكام العرفيه اقال النحاس، وعهد بالوزاره الى ايه؟ علي باشا ماهر اللي استقال في اول مارس، ثم تابعت عده وزارات حتى قيام ثوره 23 يوليو. طبعا هنشوف ده الحلقه اللي جايه ان شاء الله باذن الله. في نهايه الحلقه بشكر الاستاذه سحر، شكرا استاذه سحر، سحر متشكرين جدا على تعبك معانا النهارده وتعبتك ان انا بتكلم بسرعه بس شويه. اتمنى من كل ابنائي وطلابي الفقره اللي انا شرحتها النهارده فقره في غايه الاهميه، مهمه جدا جدا جدا، يكون كتب كل الاسئله اللي انا قلتها، الحاجات اللي انا نويت عنها حاجات مهمه نخلي بالنا منها. لسه قدامنا حلقه ان شاء الله من الساعه 2:30 للساعه 3:30 ان شاء الله، يكملها معاكم الاستاذ محمود مع رق تحيات واجمل امنيات لكم بالنجاح والتوفيق. هذا احمد صلاح يحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.